يجعلني ابيض وجه صافي نيه. تريق عدل حراره صفر امس تبارك الله. قمت اشوف الشباب 4-4 دفايا يا جاري طيب. انا قاعد داخل عفره لوحه فنيه الشعلي. الله اكبر الله اكبر. كل واحد يبدي من نفسه راحه مو طبيعيه في مجلس ما به نفس ثقيله. انسى الزعل هذا احطه هني وتحافظ عليه لازم بشكل اكبر. لا واحد يقعد ينقذ نفسه. تبارك الرحمن النفوذ. اي معناته من امس يوم الدشون. دبايه دبايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قاعد افكر بجوابتهم. ودي افكر بعد العشاء نرد على شبة النار. تبارك الرحمن. وصلصة الطماطم الحمراء. الله شال حركه ابو محمد. ايوه والباجي طه 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 خلصوا عاش الحمن عاش المشري. مساكم الله بالخير يا هلا بالشباب. طبعا احنا اول جروب طلعنا انا خليفه هني برسلي هلا بالشباب وناطرين الحين صلال ومحمد العيد. فقلنا خلينا نتغدى على ما يجون الشباب ان شاء الله ومتوكل على الله. احنا جروب الاول ان شاء الله جروب الصبح ان شاء الله في جروب ثاني العصر مع فهد ان شاء الله متوكل على الله بعد صلاه العصر باذن الله. صول صلال هلا بالحبيب. يا هلا بالشباب. هذا التصوير حق اليوتيوب. اي صح حق اليوتيوب صدنا. عافية عليك شلونكم؟ شلون طريق؟ الله سهالات. احنا جروب صباحي ها؟ اي والحدود تبارك الرحمن. والله الصبح الحدود صدق دائما تكون الدرب سالك يعني الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. درب سمح كنا. ان شاء الله باذن الله. أيوة. والله حلوة الحدود الصبح ها؟ ما خلاص ماكو عصر اخوي. اي ماكو عصر. جايزينها الصبح والله. عاش السلام. يا هلا والله. هلا بالحبيب. هلا والله. والحين اليوم ان شاء الله الى لحظة لحظة. نقول؟ ها؟ نقول من اول شيء؟ اي نقول ليش ما نقول؟ يلا قول الى الزلفي. الزلفي خالص بس بلزق هذا. اي حق اللاسلكي ها؟ حق ضيفه. يلا الربع ترى طالعين من الصبح. يلا خالصين خالصين. يلا توكلنا على الله. حاليا في خط السالمي باقي لنا 97 كيلو الى المنفذ ان شاء الله. تونا في بدايه الخط. بعض الشباب اسمدونا باقي لهم 200 كيلو على الزلفي. الطريق ان شاء الله باقي على لنا تقريبا 143 كيلو ما شاء الله. الشمس قاعد تغيب الحين قبل الغروب تقريبا نص ساعه كذي. من الشغلات الاساسيه في كل طلعه او قبل كل طلعه اللي هو تشيك على الرصاد الجوية. يمكن هالاسبوع وايد هواء اغلب المناطق فيها هواء فما راح نقدر نكشت لو ما تشيكنا على الرصاد الجوية. ولكن اقل نسبه هواء صوب منطقه الزلفي اللي هي كانت المفروض قبل اسبوعين نتجه الى مجذوبه او الزلفي. ولكن عشان الهواء رحنا ام معشر. الحين عشان الهواء رحنا الزلفي واحنا صدق مشتاقين حق الزلفي. اخر مره رحناها يمكن في سنه 2018 ميلادي. احنا دخلنا السعوديه لله الحمد ان شاء الله. نروح اول محطه الحين نصلي ونعبي ديزل وبنزين ونتوكل على الله الى الزلفي. وقفنا نعبي ديزل محطة اول محطة نعبي فيها. من المحطات الممتازة اسمها محطة الكويت في السعودية اول ما تطلع من منفذ السالمي او الرقعي فيها تقريبا اغلب الخدمات. يا هلا بالشباب يعطيكم العافيه. منك من هذولي؟ هلا الحمد لله على السلامة. من هذولي؟ هلا والله. ناطرين بس خالد قاعد يسوي الاريل وبعدها نشد الرحال. اس بي بي 7 شنو جات؟ اس بي بي 7 كلم تليفون تركب الاريل مال شو اسمه. لحظة حبيب. يا هلا بالغالي غالي. عيسى السيف ويانا. هلا هلا. وين خطتكم ما شاء الله؟ طال عمرك حايل. ايه بعدها العلا. ايه راجل دكار ان شاء الله.
ايه وبعدها ان شاء الله طالعين على خيبر القديمة. حلو. وبعدين المدينة ونرجع على الرس. ما شاء الله الله يبارك لكم. السلام عليكم. السلام. يعطيكم العافية يا شباب. هذا القماز ونعم والعشرة انعام. طال عمرك. اي نعم. يا هلا نعم حالك ما عليك زود. الخيام عدت الطابق. كل شيء. جدر الطابق. كل شيء بسيكل ها؟ كل شيء موجود عندك بالسيارة عندي هني. لا لا ما يصير. عفوا عليك هبط من كل شيء. يا سلام ما شاء الله. وماي بنزين. ايه. يا كل شيء حطب. ابد عشت يا بعد راسي موجود. كل شيء الله يحفظك. الله يعافيك حبيب. درب السلامة. الصانة. الستايل ليش مخليك منفس؟ يلا تغفر لي ليش ليش الستايل مخليك تجعلني ابيض وجه صافي نيه. الله يسلمك. شنو قولها الله الله ولا امين ولا شنو؟ لا بس خلاص كافي. يلا سلام. يلا مع السلامه. يلا يلا هاي الربع. يلا جاهزين يلا جاهزين. فون يمك بالاشاره الشباب وصبوا لك شاي. كثر خيركم يا شباب. خير. ها ها شنو بعد؟ حلو احلف شباب تكفى قلوبهم قوي ما شاء الله. ما علي انا سويت عيش يا هي شباب. هي كذي هي خفيفه. طقها يلا بسم الله. نم نم نم. الحمد لله تم الوصول. اخترنا المكان الطيب. الشباب قاعد يضبطون خيامهم وشغلهم. يعطيك العافيه العيد. الله يعافيك يا الزلق. هلا بالحبيب. هلا بناب الامير. هلا والله. هلا بالطيب الغالي. كفيت ووفيت يا العود. يا هلا بالورد. الدرب كان سمح والله. انت السمح كله. الله يسلمك. هذا جنى ما صح احسها غلط ما ليش. لاحظت لاحظت. وياك وياك وياك. هلا بالشباب. هلا شو الاوضاع؟ 100 استمتع؟ الله يسلمك. امور طيبة. تو ما بدينا. هلا صلى. هلا بالحبيب. شو الاوضاع؟ والله الامور طيبه بس نشغل الثريا عشان فهد الفهود جاي بالطريق. اي دز له الاحداثيه بالمسج. أيوة. الثريا عشان يضبط شغل ان شاء الله. ان شاء الله. مكان نسم شوف الصبح. صح 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 ان شاء الله. تجهيز العيد هني حاط ثلاجه الالمنت نفس ثلاجتي. ركب له هني درج ما شاء الله 130 سنتي وفي الطاوله الاضافيه هذه وهي القطاعة الطيبة. طب 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 وإيش استراحة بالدرب. درس حرارة 13 ما شاء الله. ها المشري. يا هلا يا هلا. صاحي صاحي. هلا بالشباب. هلا بالحبيب. أرحب. تمر تمر من حايل يا ايانا الكويت والحين ردينا السعوديه ما شاء الله. من حايل هذا. ايه جرب جرب وادعي لي اول يمين من ابو يوسف جزاه الله خير. ابو محمد العماني جزاه الله خير. جزاك الله خير يا ابو يوسف يا العماني جزاكم الله خير. يلا أيوة. سلام خير. سلام. فيك دوع نفس اللي عندي نبيدي هذا. خلينا نشوف شنو هذا. من تركيا. ها هذا دوع تركي. شنو هذا القدور؟ احنا 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 اوريك. شوف 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 دقيقه احنا اوريك احنا. خل نشوف يا اخوي ما ايش قاعد يسوي انت يمه. شرفهم هذول يا اخي. ما شاء الله شرفهم. اقدعت اقدعت شنو افلحت ذاك الله خير. الله يسلمك. شو قلت؟ اقدعت اقول لك لا اقول لك هذا الشخصيه مع الدشداشه. شوف مين الشخصيه هذه اللي مأثرة لهني. تغيرت شخصي مين اللي مأثرة بعدين وياك وعكازه مصيبه على الموضوع كله. انت هو شيري يقول لي لا تطلع بالليل تمشى مشكله والله صاج والله. احب بالخصوص احب اوجه تحيه حق اخونا عبد الرحمن مذكور. انك لابس دشداشت ها. وصلنا الزلفي ولله الحمد. الربع وصلنا على دوه ندخل نبدوه حق ما ادري منو بطنه يعوره عاد. السلام عليكم. مستمرين في الطريق باقي لنا تقريبا 16 كيلو على بدايه دخولنا الى البر تحديدا الثويرات. نفود لثويرات في الزلفي.
الربع ناطرين هناك دزوا لنا الاحداثيه. تونا واصلين بدايه دخول البر في نفود الثويرات. نسمنا كل توايرنا وعبد الرحمن انس بطيبان وخالد صانع. هلا يا هلا، يعطيك العافيه. الله يعافيك. ها نسمتوا؟ نسمنا. كم حطيت ضغطك؟ 18. ها؟ اي نعم. ما تقدر تنزل اكثر لان الرنج 18، عدل؟ عدل. انزين عطني شعورك بما ان اول مره تدخل بالسفاري. عاده انت في او الباترول، عاده انت في برادو. البرادو. صحيح. والبرادو مجهز، والحين الله يبارك لك في الباترول غير عادي. ها؟ عدل. عطني شعورك قبل لا تدخل البر. والله متحمس. متحمس وبعد متحمس من الكويت ما شاء الله. وبعد ومتحمس. متحمس ومتحمس. ها الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك قواك الله. عندنا مشاري. يا هلا يا حسين. سالم الهاجري. يا هلا ومرحبا. يا هلا بالشباب. ها خلصتوا كل شغلكم؟ خالصين كل شيء. اليوم فزت انت بالتنسيم. ها؟ اي نعم. اول واحد نسمت. تجربه جديده، شيء جديد. صاير شاطر. اي. ها؟ اي. بس ما لبست للحين. لا لازم تلبس الحين. يلا لان جاهز حق البرة الحين. جاهز حق الطعوس. اي سلام. جاهزين انا وياه. يا سلام. مسلم امري حق روح. بس صح أي. خلصت شغلك؟ الحمد لله خلصت. كم حطيت ضغط التواير؟ 15-25. بسم الله، توكلنا على الله وتونا داخلين البر. حين نشغل الكشافات، هذا كشاف ARB الIQ. نشوف ما شاء الله، شوفوا الأداء. وهذا عندنا الكشاف اللي فوق، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه بداية دخلتنا، نمشي على هالرجمية وبعدها نكسر منها. ولكن الأفضل أنك تنسم في البداية، تنسم التواير، تضبط شغلك، أمورك كلها بالسليم، تكون جاهز وبس تمشي على هالدباية إن شاء الله بأريحية، وبعدها ندخل إلى نقطتنا. بسم الله، هذه بداية دخولنا. طلعنا من الرجمية، دشينا أفرود نقدر نقول. يا شباب جاهزين؟ جاهزين. سووا مسافات. عاش. تبي تنزل ولا دل ثاني من فوق؟ دل ثاني من فوق. وينكم صعدتوا ولا لا؟ المشري جاي وانا وراك. المشري صعد هني وراي انس. على راحتك. باقي بخالد. اذا تبي تنسم اكثر او اذا تبي تجرب على اللو فوق ترى سهلة. ها هذا ابو خالد المحاولة الثانية. نسم توايرة زيادة. وقف صوت انه وقف الموتر. على اخر شيء قاعد اوقف. المحاولة الثالثة لابو خالد. وقف نفس المكان. بس ابيك تسحبني يمكن 4 أمتار قدام، اخر اشاره عدل السياره بس. الارض كذي. لو تنزل سيد ابو خالد افضل. تنزل بعدين تعدل سيارتك وبس مع دعسة بنزين عشان تقط ويه السياره. الف يمين يعني ولا ارجع قري؟ لا ترجع قري لما تنزل لي عندي تحت. شباب العموم ينزل. ها؟ ما في حل احسن ان انا وقفت لما حسيت بالخطر. لا اكسر سكانك يمين واضغط له، يعني انت دز الموتر لا تخلي الرمله تدزك. اوكي
انت دز الموتر حيل عشان يصير سيدة، عرفت؟ سكانك يمين مع ضغطة بنزين لي ورا، اضغط له. ايه اضغط له بس الحين سيدة ترجع. كل شيء تمام؟ كل شيء تمام، وراك شيرة بس راح تعديها والامور طيبة لي تحت. شباب اللي فوق تنزلون، ما عليكم امر. يلا يا عيون. بس سهلة ابو خالد، سيدة ها؟ سيدة لين ما تصير سيارة سيدة تحت يمي. لازم تتعود على جميع التضاريس. رن يا الحبيب. على جرتي بالضبط، ترى في فنايل وقصوص على اليمين. اوكي انا يسارك 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 يسارك. انت خذيت طريق ثاني يا انس. امير شوف الليزر الازرق. لا لا ابعاد عنكم احنا شوي. ها يا شباب انا شايف ليتك ما شاء الله يا فهد. صجعاد صجعاد الله العظيم، شفت هذا اللي يسحبونه بالحفلات وتجيب تفتح مطعم. لا لا تكفى الشيء اللي الله العظيم. ايش فيك؟ خل هذا الحين عيد يصور، اذا اعطيته واحده ثانيه خل يصور. قص قص. ديروا بالكم يا شباب. شو صار؟ الامور طيبه طيبه. اكيد؟ اكيد. يا سلام استمتع. ايش قاعد تسوون؟ لا قاعد نمشي فوق السيف. كفو كفو كفو. ها يا شباب اموركم طيبة؟ الامور طيبة طيبة ان شاء الله. فهمت الارض. مشري امورك طيبة؟ طيبة. انس الامور طيبة اللهم لك الحمد. خالد اللو عالم اخر، اللو عالم اخر. ماكو شيء موترني غير الشخصية الجديدة. مالت منو بالضبط؟ دونت وري دونت وري، كل شيء تحت المسخرة والسيطرة. أنا ما أدري إحنا إيش كثر بعاد، بس قاعد أشم ريحة الأكل. هذه ريحة صينية الكلج الزلم، مو شيء لي. جاهزين؟
جنب خطير يا شباب. والله من هنا جنب حيل خطير. يلا ابو خالد ارسل got to be with you. يلا يا شباب ترى ما اقدر اوقف باي مكان. يا الامير ارحب البقى ما اقدر اوقف باي مكان يا شباب شدوا الحيل. يلا قاعد تشوفوني ولا لا؟ انا قاعد امشي ما وقفت. قاعد نشوفك. شكرا. يلا يا شباب تولك باقي شوي وتشوفني. اطلع اطلع تعال 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 على نفس جرتي يا شباب. ابو خالد ارسل. ها ارحب يا امير ارحب. الحمد لله السلامة يا شباب. ما شاء الله هذه اخر واحدة ونيسة. انت مكعمك خلطت سيارتك اسكت. لا والله انتوا مهدتوا لي الارض صارت سيده ما انطمرت وايد يعني. من ما انطمرت صدقتك. جميل. والله التسجيل موجود الحين اوريك. طمره خفيف خفيف. شعل ودي اصدق. شعلي انا هني؟ طبعا طبعا طبعا. حيا الصوت. هلا بالحبيب هلا بالشباب ارحبوا. وصلنا ولله الحمد. هلا بالامان. هلا بالشعلي. والله تكفى. وين الاخبار؟ وين جايبنا؟ هلا والله هلا والله. ها مكان بسيط خفيف. هالمكان الصعب يا اخو. ترى احنا بندش ليل يعني المفروض تعمل والله حتى احنا دشينا ليل ترى. صدق؟ والله وصلنا وجايين الصبح انتم. على اذان العشاء دشينا. اي تعال تعال العشاء جاهز. نشوف العشاء جاهز بعد. والله مدلعنا الشعلي. هذا شنو الحين هو جاهز ولا انت مسويه؟ انا مسويه مو جاهز. القوطي كنا جاهز. القوطي بس الكرواسون من المطاحن شغلهم بالديك. والله وانت اللي حاط كل شيء. هذا هذا اي خلطات هنا تصوير موجود بالانستغرام. سلام يا سلام. شوف يا ولد ناطركم ناطره. السلام عليكم. هلا بالعيد. هلا بالعيد. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هلا بالحبيب. هلا راشد طويل. هلا هلا خالتي العزيز. هلا والله مدعسامة. الله يسلمك. نورتنا في كشتتنا. حليين. خلاص. أبو محمد. أبو رسلي. مع السلامة. الله يسلمك. طيبين. بالحبيب. بعد منو بقى؟ باقي واحد. صلال نايم. صلال نايم. واضح ها؟ صلال نايم. تعبان طيب. نايم ولا لا؟ نايم زميل. نايم ها؟ اه شباب. اه شعلي. غير عادي. لازم لازم ثلاث اربع مرات عشان تمكن. بالطريق ها؟ اي والله. شو الوضع؟ بس قاعد اشوفك ما شاء الله. مستمر ويانا يعني. الحمد لله. الحمد لله بس اغراض بالدبه. ايه وين صار الحين؟ ما ادري والله. قدام ها؟ الطريق طويل بس ترد بالاخير تشوف هذه. شفت ركز وياها. بس طويل؟ يعني نقول كل شيء. إيه؟ شلون الدق؟ قول لي شلون الجمب؟ شلون عاش المشي؟ ما في جمب يا هلا عاش. لا وناسه شنو كان حاط ايباد على قدام. إيه؟ صار بالدبه. وينه؟ ما ادري وينه. الجناط كانوا بيشوفون. الجناط كان ما كان في جمب. قول الصدق. انا زغلطه انا صارخ الماي الماي الماي. مصدقني ها؟ مو مصدقني على اقول كليتك مسوي كرنفال كنا افتتاح مطعم. ايه والله شي قاعد اشوفها فوق. قلت ما شاء الله راح ليت راح. قلت ما شاء الله وايد زين. شو انزين وايد وايد قلت حلو فصدقني يعني بس ما صورنا. وين زين ليش ما صورت؟ ما صورنا افا روح طق لفه تعال شوي
انترميديت اي بس مو شرط متوسط متوسط هو حسب المكان ترى. اي مهني الشباب مغزرين الاخ لطيف العيد والشعلي الامور طيبه كل ايزي العيد لازم يجي بالعيد الحبيب العيد لازم يجي بالعيد لحبتي شو الله عليك اسوي امشي وما لاحقيني شو اسوي ليش ما حد قال لي وقف احلف هلا ما عندي مشكله تخيل اسمع اسمع والله اوريك ذكرني اوريك الفيديو وانا ادش بالارض وانا ادعم شي الارض بعد والله اوريك اياه اوريك اياه والله انا سويت جنب لا تشوف الشعلي صدق والله المعلومات اللي قدام بالهواء شاهد عندي بس موضوع النفود ومشذوبة ومعشر والزلفي أتمنى تتطرق له لأن الموضوع كان شيق وإحنا بالطريق وحق الناس اللي تدش البر وتكابر الموضوع ما فيه كابر يعني على قولتهم سلامة الناس أولى فأتمنى تتطرق حق الموضوع هذا إن شاء الله بالفقرة الجاية بنصورك ندردش فيه فعلك ندردش فيه إن شاء الله بس بالعافية أصلا الله يعافيك دفنيان كذي واقف بص سيارتي كذي لتحت تنحت تنحت انه شلون احنا شو اسوي خلاص ها انت بالفنيال دبره ايه كذي يعني مو لا مو داش عدل بس مطرف بس مو سيارتي لتحت ما اقدر ارجع قري ايه قاعد اخطط بمخي كذي استنى استنى كذي ساكت ها خلاص رايك شنو ها روح كذي 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 انا اخطط بمخي بعدين احرك لما خططت 100% كان احرك ايه انا سوقت يوم فتحت ارجع انه يعني طلعت منها افتكيت مكان مكان اي والله وعر اكشر اكشر وعر والله ها السلم عطني كم درجة حرارة 3.4 ثلاثة؟ ايه احلف والله متخيلين؟ خلنا نتخيل يلا درجة حرارة ثلاثة تخيل فهد تخيل بسرعة لا لا والله مجابلين هالشبة الطيبة انت الطيب الله يسلمك والله نيدفة بس فيك خير ارجع 20 سنتي وين انس وين خمس دقائق انا صحيح تسبح بالفراش خمس دقائق بالماي ماي مثلج لا الماي بعد الجسمه جسمه ذاك العالم اللي اكتشف الحزام فان ألن فان ألن الماي بعد فان ألن فان ألن انت السلم ايش قاعد تسوي انا بروح حق فان ألن بنفسه وين موجود وراك داخل شو اسمه داخل المبيت ها داخل مبيت شتويه بعد بس ايه بس الزلاق ما اخذ حتى تكفى ايش رايك شوف شوف يعني حتى النعال برا ما يكفي اطلاق شلي حبيبي من زمان مو سهرانين والله صدق من زمان ها من زمان صار لنا فترة ننام بكر فترة من الزمن من اللي خربنا؟ أنت إيلون ماسك عنده وجبة مطعم ما أكلتها بعد ال بعد العدس بعد المسار لأن هني تصحيح المسار فتنطر ساعة ساعتين يخترب المسار شو تسوي؟ تصلح مرة ثانية عرفت؟ إيه الخير كله مسجل أحلف صدق عاد كنت قاعد تصور؟ عاد فضحتنا لا لا مو فضحتنا ترى ترى طلع بالتصوير شو اسمه؟ شنو؟ شهب 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 واجد ولا لا لا مو مبين شلون مو مبين عيد التصوير شوف تو السلام مو قاعد يسولف ورا اي ما شاء الله اليوم ترى شيء يعني جميل وايد شهب تبارك الرحمن طول ما احنا قاعدين اي والله تبارك الرحمن تبي نوري المتابعين؟ والله يا ريت يستمتعون معانا بالاجواء الجميله بس لف هناك وان شاء الله والنار بتطفي راح نثلج نصور شوب على السريع خلينا نحاش عشان نروح ننام اي 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 احنا عشناها بتبوك شيلي انت الثلج غير انت ولا احنا احنا قاعد اقول عشناها بتبوك اي صح بس هناك النص شنو مو ثلج ما في ماي احنا يوم بمعشر حوشنا الثلج كان كل شيء نص ثلج نص ماي صح كذي بتبوك لا ما في ماي ما في ماي ما عندنا ماي تخيل قاعد ندوب الثلج صحيح؟ وين بتنحف؟ بس خيمة يا ولد ليش؟ طفت النار وصار برد الساعة كم الحين؟ أنس ليش تطفي النار؟ الساعة 3:30 مشكلة أنس قال يلا مع السلامة ورد إيه ويا طفت النار
فخلي يرجع ينام، انا بروح انام بس خلاص. الشعلي عندك، عندك ماي حار هذا يطلع ماي حار؟ ايه بس يعني يبي له شويه كذي. تعال تعال. ابي بس بطل واحد انا. اوكي تعال. يا هلا بالشباب. شو الخطه؟ شو الخطه؟ جاهزين دفايات. قاعد نسخن ماي عند الشعلي بيضبطنا عشان كل واحد يسوي له دفايه في بطل الماي. اشوف وين بطولكم؟ وين؟ طبعا انا ما ابي ما تبي ها؟ ما كنا بنسوي دفايات فهد، بس درجه الحراره 3 اي والله راح تصير ابرد بعد يفير. كل واحد يحط بطل ماي حار داخل السليب باك يعني شبه دفايه بس راح يؤدي الغلط. اش الشعلي يلا ضبطنا ضبطنا بسم الله. صار ذاب ها؟ ايه قاعد يذوب؟ لا لا ما يذوب لا كله هذا بس اغسلت شوي بس صار صغير. اعطى المقطع بسرعه قاعد احترق. لا لا خلنا نبطل شوي عادي خلي يصير صغير بس اهم شيء لا ينقض. خليك سريع بعد صار حار صدق. اي والله صغر كان 330 صار 140 اوف والله خوش حركه الشعلي. شوف تبطل القرطاس صار وسيع. شوف صار شكله اضرب تصدق طلعت روحي. ومن الى شركه ابراج للمياه سوى شيء البطل. نعم ونجي اذا احتجنا نسخنه ايش يصير؟ يصير امبوله امبوله. خلاص وقت النوم. عموم دش الخيام او كل واحد دش خيمته. اوريكم درجة حرارة قبل النوم. درجة الحرارة 3 ما شاء الله. ولي الحين تو الناس بعد الجو قمة البرد ما شاء الله. وقت النوم شعلي ها؟ النوم كم درجة حرارة حبيبي؟ 3 3؟ ايه يمده اي والله. والله يا البرد بسم الله والله برد. طبعا بهالاجواء الباردة لابد من الدفاية تخليها شقالة كذي كم دقيقة تدفي لك الخيمة. بعدها ضروري تسكرها قبل لا تنام. ما يصير تشقلها وتنام لانها راح تاخذ الاكسجين اللي بالخيمة كامل فتسبب مشاكل وخطرة على صحة الانسان. فبس تخليها شقالة سواء كنت بالخيمة او برا الخيمة تدفي لك المكان بعدها تطفيها. يفضل انك تطلعها برا مثلا تخليها على السلة على سبيل المثال برا الخيمة عشان في حال تسريب اي غاز ولا شيء لا سمح الله تكون في مكان امن. سعد الله صباحكم بكل خير. اسعد الله صباحكم بكل خير. هلا بالحبيب. هلا بالصلال صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. هلا بالزين الحمد لله على السلامة يا شباب. الله يسلمك ما شفناك امس. والله امس ما شفناك. ما تشوف شر يا الحبيب. ها شلونك الحين؟ وعكة صحية خفيفة. لا الحمد لله الامور طيبة. ايه شو الوضع الحين احسن؟ اوكي الحمد لله. يا سلام شوف شنو مسوي لنا يا اخوي؟ الشاي جهز بالحبق. اوه والقهوه الحين بعد ان شاء الله تجهز. يا سلام عليك. حلو. ايه والحليف. ايه بعد شوي. يا سلام يا سلام. وشنو فيه؟ شنو بعد؟ هذا قبل الريوق. ايه بقسم ودرابيل. يا سلام يا سلام. هذا قبل الريوق. حلو يا اخي. سيرفس سيرفس. عشان شنو؟ ايه تريق عدل. يا سلام عليك. بسم الله حياك. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. شوف المكان. صباح الخير شيلي. هلا بالحبيب صباحك الله بالنور والسرور. هلا 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 والله. خلنا نوثق حق المتابعين كم كانت درجة الحرارة. يلا. مو أمس نقول لكم برد. بس
شوفوا درجة حرارة يا شباب، درجة حرارة وصلت صفر ما شاء الله. هذه درجة حرارة وهذه الحالية 17، مع وجود الشمس 17، وبالليل صفر ما شاء الله. وايد برد ولا؟ اي والله برد. اللجنة ما بس خشمي شي برا. سلام. صباح الخير. صباح النور يا هلا والله. برسلي ابو محمد. صباح الخير يا شباب، يعطيكم العافية يا شباب. راح القطا. غطا مني؟ راح القطا يا برسلي. جميل العيد. صباح الخير. صباح الورد يا العود. يا هلا بالحبيب. صدق اني ما ودي انزل. ليش؟ الجو ممتع. يا سلام. قاعد بالايكان بار و... شلون نومت امس؟ اوه. ها؟ برد والله، درجة حرارة صفر. والله حسيت بالبرودة بس انه والله نايم. يا سلام. الجو ينوم. اي الحين. الايكان بار دافية داخل اخوي. يا سلام، تقدر تنزل زين الحين تستمتع ويانا يا اخوي. والله شوف هو بارد برا من داخل حر. مستمتع انا بس نص كم وقاعد اخوي. وقاطل ها؟ اي والله. انزل يا اخوي انزل. والله راح انزل. انزل. جوكم ممتع يا العود. استمتع ويانا. بس كم درجة حرارة وصلت؟ صفر اقول لك. لهالدرجة؟ اي والله. اوف. صفر والله. من اللي بقى نايم؟ راشد طويل. رشاد. يلا قوم يا اخوي. انت وين؟ انت هناك. انا عبالي هني. يلا قوم يا اخوي قوم قوم. ياد ياد اكيد. امور طيبة. شلون النومة؟ تبارك الله قوية. اول مرة انام بالبر احس بحر. يا سلام يا سلام. ترى درجة حرارة صفر امس. تبارك الله. صفر. تبارك الله. نومة خطيرة. قوية ها؟ اي والله. يلا قوم قوم. كنا بقى انس بطيبان صح؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. يا هلا بالغالي. صباح الخير. صباح الورد. ايش قاعد تسوي؟ والله قاعد ارتب الشغل. ترتب الامور ها؟ ايوه. يلا يا اخوي نبي شوفتك برا بالقعده. لبسنا كل هدوم امس. ايه برد هي. ثلجت والله. اي والله ثلج. قاعد الساعه 6. برد اعيد المعلومه للمره 10 درجة حرارة صفر كانت تخيل. ما شاء الله. صفر. والله توقعت شيء. ها؟ والله برد. ثلجنا طول ماي ها وحطينا ماي حار. اي والله في سباقات بس. دفايا اجاري طيب. حاضر تحت ريولك يا ابو حضني. يلا تعال. يا صبحك الله بخير. شو السالفه تطلون من سيايير فوق؟ والله عزاز. شنو في شيء غير عن تحت؟ وايد حلو ها؟ ها في شيء غير عن تحت؟ لا ما في ما. يلا يا اخوي. يلا والله برد برد. حياك. حياك انزل. يلا يلا. جارك يلا. جارك كنا لا لا مو من هني يا اخوي. كنا جارك قاعد بعد ها؟ اي الجار. ها؟ مشري. يلا. اشوفك. اشوفك. يلا يا اخوي. يلا يلا. يلا قوم. اي مو تنزلون بدريش. ايش فيهم هذول الجروب اللي هني؟ بينزلون من الدرايش. ما شاء الله يا الاجواء. مع السلامة. ابو انس. هلا الفهدي. هلا ابو محمد. تو واصلنا ابو انس. نشوف جاي هناك بالسفاري بروحه. عشت عشت. سيرفس الصلال حاضر ها؟ حاضر اي. كفو. اهم شيء شنو؟ شنو؟ راحة شباب. يا سلام يا سلام. شلون الدرب ابو انس؟ والله سهل ابو محمد. الساعة كم انت طلعت من الديرة؟ ساعة الفير. ايه. توني واصل تقريبا على ال 11. ايه. الامور طيبة. كروس كنترول. ايه. قصاص طول الدار. يا سلام عليك. حياة سعيدة. كفو كفو. بس الحين قمت اشوف الشباب اربعة اربعة. بس روح نام عليك. روح نام لك ساعتين ثلاث كذي اربع خمس ست يعني. شوي شوي ونقيد. هلا بالصانع. يا هلا يا هلا يا هلا. يا هلا. بس ابو محمد. ارسل. شاي من ايد منو هالمرة؟ صلال. لا لا من انامل الصلال. كفو من انامل الصلال هذه. انامل الصلال. يعني ما يحتاج حتى سكر. اي صلاله الحين ها شنو قطيته انت هذا خلف الكواليس بس تصور يعني اي عادي تصور حديث جانبي عاش 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 سر سر تقعد شوي كانت مش عارف نصبين حمام ايه انس بطيبان اسكم الله فالحبيب انس يبي دش ايه
انا حفر حفره متر بمتر. ايش فيها ادمي انا قاعد داخل حفره انت في الخيمه ها والله ما عندك مسدس العادي؟ يا شباب هلا هلا ابو الميش شو تسوون؟ قاعد نضبط شغله مال السخان للاسف ما ادري شو فصل فبنشوف المشكله من الغاز ولا من الشراره داخل ان شاء الله تنحل ان شاء الله اذا ما انحلت الله يعافيك اذا ما انحلت ان شاء الله ندور لنا بدائل الحين ماي حار راح نعيش ماي حار اليوم بالليل ايه الحمد لله يا سلام يا سلام ايه. مشكلته ان اتوقع ان العيون مسدوده كذي رمل مسكر فايت سوى بطل ثاني يضخ هواء حاكم بالفوز فهد الله يسلمك انا احط اقول لك كذي بمب الهواء ويديله واحده الدور الثانيه نقول خلينا نجرب بس الحين ماي حار ها ان شاء الله الحمد لله يعني حتى اللي ما يبي يسبح يقدر يسبح الحمد لله قاعد احلل الخمس ساعات ديار دفعتها على السخان انت لا محللها من زمان محل 24 خالد طاوله ها سلام حق الريوق جمعيات مبارزه كبيره تقريبا كذا جمعيات تعاونيه وجمعيات رياضيه بعد صدق يعني هذا الجروبس اجري السلام عليكم يا هلا يا هلا يا هلا ها صح صح تراشد صاحي صاحي كيف والله عبد الرحمن هلا بالغالي يا هلا والله صباحك الله بخير يا هلا صباحك الله بمثله خالد صانع هلا والله حييكم ويرحب بكم المشري هلا يا هلا صلال هلا لا مبين مسوي شاي قهوه ها تعبان انا قاعد اجرب الكرسي قاعد اجرب ينفع كده. حق النوم ولا لا ولك ينفع ونص بس يبين اليوم ها لا تكفى هلا ابو انس من امس العزيمه لليوم ها ايه شوف فهم لبس العزيمه يا سلام قال له الرخوم عند الساعه اقول روح نام مرتاح ما عليك ها شاي والحين يضبطنا ابو يوسف فيه ايه صب لنا كلاص ثاني ايه كفو كفو ابو يوسف تفضل سيرفس قوي ان شاء الله لو ندري لو ندري من زمان قال لك استلم موضوع شاي وقهوه لو ندري من زمان حتى مو زينه ريوق شامي لطيف خفيف شنو يعني ريوق شامي فهمني لعبنا والحركات هذه مالت ربعنا ايه لعبنا ورنا المنيو على السريع المنيو هني زيتون ايه هذا الجبن طماطم هني اللبنه هذه ايه ونحط زيتون ومقدوس هي ضبط شغل شوف الاجواء الجميله هذه تسلم ايادي تسلم الايادي يا ابو احمد سلمك فعلي هلا بالحبيب فعلي وين تلقاه دائما عند المطبخ قاعد يضبطها في الريوق تحت البطاط سلام هلا ابو محمد هلا ابو غالي عاش الشعلي والله عاش من قال عاش الشعلي هلا بالحبيب يا هلا والله شنو اليوم بس اليوم حقت لي شامي بس انا ما ادري شنو ما وريتني كل المكونات شويه غشينا حطينا تركي يعني هم من ربعهم نفس الشيء ايه؟ انا اكل شو هذا شنو الحين سجق سجق ها اي السجق التركي ايه ايش قاعد تفكر هذا قيس قاعد قيس اوه شنو اللي هناك يا سلام يا سلام تسلم الايادي الله يسلمك تسلم الايادي الله يسلمك ما شاء الله تبارك الرحمن لوحه فنيه يا الشعلي ثانك يو ماي فريند اكا قصه وايد نص اجواء الريوق طلال هلا عاش والله حليب يا سلام حليب في الشعلي مدير حليب. مدير الاكل لا ما كان اتفاقنا على المدير مدير الطبخ امنه على الكفته وش حري جربت مع الصوص يلا يا عيال يلا شعله شعله يا ولادي يا شباب حليب حليب
انت اخر واحد. انا اخر واحد. انت اخر واحد تفضل. صلى الله ضبطنا قهوة طيبة. الربع اللي يحب التغمس. لحظة دقيقة في شيء. لا صلال صلال متألق 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 الواجب وصف اي نعم صلال شنو السر شنو الوطن شنو السر صلال شنو سر شنو الطلعة ما شاء الله متألق حيل انت كل مره متألق بس هالمره يعني خلاص شنو قطيتني صح لا لا ما قطيتني الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا شريك بما أن الشمس حامية هذه مظلة شعلي مظلة الآيكامبر هذه نفس ماركة الخيام نسخة جديدة تبارك الرحمن تغطي مساحة كبيرة من السيارة شعلي وينك يا ابو احمد موجود يا ابو محمد بس يشد الحبال هناك هذا واحد يشده من الامام والثاني من الخلف وبس تغطي شوفوا المساحة تبارك الرحمن من المطبخ الى الصلاة الى الصلاة ما شاء الله يلا دشوا بالظل يا شباب عاش الشعلي يعطيكم العافية يا شباب من طرق التنظيف اللي دائما نعتمدها شوفوا هذا حجم قطي الحليب على سبيل المثال اي شيء يعني كان وياك بس تسكره وترد الغطاء اساس الهواء لا يرد يفتحه شوفوا فرق الحجم شلون صار وياي هذا اللي راح ينقط عزكم الله في الزبالة يعني مثل هالطريقة كذي اي قوطي عندك تقدر تسوي كذي بس فيه هذا يعني هالطريقه هذه كل شخص بالكشته لازم يسوي يتبع هالاسلوب هذا لما كل الاشخاص يعتمدون هالاسلوب خلاص راح تصير عندكم والله الزباله ما فيها شيء كذلك طول الماي بس من كل واحد يعني كل واحد يبدي من نفسه تسوي كذي في البطل من تتفسه هو راح يرد يتبطل شوفوا انت من تتفسه ترد المقطة مرة ثانية خلاص انت منعت الهواء فراح يصير هذا حجم بطل الماء مقارنة بهذا شوفوا ما في اي وجه مقارنة بينهم يعني يمكن ثلاثة اربعة من هذا عن بطل واحد فيفضل ان كل الاشخاص اللي بالكشت يعتمدون هالشيء لو واحد يقول حق ربعه يعني مثلا واحد يبدي فيها اذا كانوا ما يعتمدون هالحركه يقول حق الجروب اللي وياه بالكشته يا شباب اي واحد يبي يقط اي شيء يزقر حجمه بس عشان تصير عزكم الله الزباله ماكو شيء يعني حق الطلعه تكون حجمها يكون وايد صغير
يعطيكم العافية وبنرد نعيش أجواء الكشتة مع الشباب. قال إنك لن تستطيع ما يصبر كيف تصبر على ما لم تحطم يقضى قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصيك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا. فين قاعد يصور؟ لا اسف وانا المشري شلون حاطين ورا؟ شنو الورا؟ مو طبيعية ما ادري ما راحة مو طبيعية بس اذا ترتاح قاعد ابو خالد يدمك ترى ما سويت ولا شيء ابو خالد اللي دز مستوى السيارة بس نفس الوضع فرج قدام بس الله يا سيرفس الله يا سيرفس عطلة فنجان تدلل تدلل يا الامير الله يسلمك شو يقول؟ يقول يا ما حل الفنجال مع سيحة البال يا سلام في مجلس ما به نفس ثقيلة الله يسلمك نفس الثقيلة قاعدة بالكويت خلها هناك ما نبيها ايه تفضل وهذا ولد عم وهذا ولد خال ايه وهذا رفيق ما نلقى بديله الله صح لسانك موجودين كلهم صح لسانك صح الدنك صح الدنك صح السلام عليك يا ابو خلاف الديوانيه الشايب طلع من الباب دق على الشرطه قالوا ترى الولد عندي يا الشرطه طاح كان يقولون خلوا الرجال هذا بالغابه لا تجيبون السيتي ونشوف حريم لانه راح تكون اخر ابتسامه له جعابة عود والله ما شاء الله تبي تطلع شنو؟ قول إذا بتسري وصول المجموعة حبيب شن صايدني بس الأكشن قاعد نرتب نرتب بعض الشغلات عشان يكون كل شيء مرتب ها ناسينا عندي ولا انت مخلينا ها؟ ما ادري ولا ناكل البيض ناكل الاشوي ها؟ ناكل الاشوي لا مو باكر باكر حق اليوم ايه حق باكر كرتون كبير احلف والله عيل هذا ليش شي؟ ما ادري من جايب هذا؟ ناكلهم كلهم كلهم هذا مع الكرتون باكر بيتزا بيض خيم شوف الاجواء تبارك الرحمن قمه في الخير الجو ممتاز المكان ممتاز استمتعنا امس واحنا داشين البر ومستمتعين مع الشباب القعده تبارك الرحمن جدا طيبه مع الشبيبه هنا عندنا العيد طال عمرك العيد تخصص الجنوب قبل كله مع ايام جروب واربي كنا مع بعض بعدين ما قمنا نشوفه قمنا نشوفه بس بالجنوب هنا اول مره تي ويانا طالعه عادية كذي سعودية اي والله اخر مره ها لا لا اكشن اول مره واخر مره اقصد وكل مره حياك الله بسرعه قطوني الربع يلا المهم انا بقطة شوف وبالجنوب في واحد سعودي الله يذكره بالخير اسمه معاذ ايه خذ شغله من ابو محمد شنو خذ شعار
إيه؟ اللي هو شعار فهد بن حسين. حلو. وما كان عنده، عطاه من داخل. حلو، طلع عنده وحده بس خاش. انزين، وانا قلت له انا ابيها. هذه مالت الجيل قديم. انزين، فانا شنو قلت له؟ هذه كانت راكبه. قلت له انا ابيها، فانا راح اخذها. هذه كانت راكبه. قدام عينكم يا متابعين. عندي. هذه كانت راكبه. اخاف خلف الكواليس ياخذها منك. والله انسى، انسى الزعل، هذه احطها هني. كفو والله. كفو. بس لا تغطى على ياري. لا همسح همسح. لا لا، هو راح يذكرنا ان شاء الله باليايات. الله. ويجيب لنا واحده. يايات يعني سبرنجات. ايي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 ي
ان شاء الله. طلع الياية اوه يعني ترقب الطلع الياية في كشتة ان شاء الله راح تكون كلمة فريدة من نوعها شوية كت يعني لحظة كت شوي 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 كت خل التشويق موجود راح تشوفون شيء ما شفتوه من اول شيء جديد على رحلاتنا شيء جديد حيل حيل قولوا حلو اللي شاف هاللقطة يكتب ناطرينكم مترغبين اي شيء او يتوقع وين المكان على انك شفت هاللقطة هذه هلوين ان شاء الله الرحلة القادمة يعني يمكن نروح الحين في يمكن في رحلة عقبها رحلتين فما ادري يعني هل راح تكون هي الحلقة الجاية او الحلقة اللي بعدها ولكن راح تكون يعني فريدة من نوعها لابعد الحدود كات ترقبوها كات انت يعني ليش مبطل الحين ليش مبطل بسوي لي قهوه الله يسالفه تبي قهوه قهوه والله زين قهوه مختصه يلا ها يلا سوي فلتر وشي حركات يلا ما سوي فرنش بروس لان عدد كبير اتوقع كلهم يشربون نسوي لهم دورين ثلاثه عادي اوكي بما ان شد البرد الموضوع عند ابو محمد يا هلا يا هلا وقت القهوه طبعا الحين نعدل المزاج المعدات المستخدمه خلني اشرح لكم عنهم على السريع طبعا اغلب شغل القهوه عندي سواء في الكشته او باي رحله او في البيت من اير ريستري طبعا متخصصين في القهوه بشكل خيالي تبارك الرحمن الحين خلصنا الترطيب والصبه الاولى الحين نسوي الصبه الثانيه من الشغلات الحلوه اللي خذيتها من اير ريستري اللي هو سيرفر اللي تحت من البلاستيك وليس من الزجاج عادة الزجاج ما ينفعنا وقت الكشتات لأنه ممكن يتكسر بالطريج أو شيء وتحافظ عليه لازم بشكل أكبر ولكن هذا ما شاء الله يعني نقول اختصاص أنا هدفي هي أخرب تصوير حياك زي مو حياك وين هذه ما جربت سبرينج قاعد تزلق تطيح مو شيء والله قاعد تطيح على طول مو قاعد تزلق عطيتها فرصة ها إيه وإذا ما حطيت هذا زلق تحت دش صوم ينحاش يوم قاعد أرطب أول شيء نعطيه فرصة ثانية عادي نكمل لكم مطحانة الأسطري أنا أخرب تعال انت مو توك تقول توني اشوف هذول المنتجات شوف مره والله ايه ولا تبي طالعهم بالفيديو بعدين لا هذه المطحنه من اير ريستري بعد جربت وايد انواع مطحنات يعني حق الكشتات والوضع السهل خصوصا ان احنا بسياره افضل اللي يكونون كذي شحن بهالطريقه هذه شو اللي يميزها عن غيرها اول شيء فيها عيارات تحت اعير ومكتوب لي يعني مثل كتالوج تحت شنو نوع الأداة اللي بستخدمها والمكان اللي فيها اللي أقدر أعبي فيه البن يكفي إلى 60 جرام الأغلب يمكن حدهم 25 30 35 جرام بالكثير هذه ما شاء الله تكفي إلى 60 جرام بن إن هذا براونينج هني براونينج والله كان براونينج بروينج يمكن شعلي مو كابوت مكتوب شعلي هلا بالحبيب قاعد تسوي براونينج ما شنو عبالك شنو سليب باك وهو عبالك شوف وين قاعد اذن تليفوني العصر وصلنا الى 600 طبعا هذه يفضل انك بعد كل استخدام تفضل بعد كل استخدام تقلب الشيء كذي من تحت كذي تخليه اساس انه يطلع تحت اطبق هني البن بس خلاص صار نظيف يلا شوقه بالاطراف ايوه 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 ايوه
صحيح شعلي. هلا بالحبيب. نوريكم هذا الشيء طلبناه أنا والشعلي من نقول من وين؟ بوعلوة. من بوعلوة. زين يلد. للأمانة كنا ندور من زمان والشعلي طاح عليه قبلي. أخ 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 كان نطلبهم. تحط فيه الفلاتر وايد حلو ويحفظ لك الفلاتر وقت الطلعات، يعني تخليه بأي مكان في الجنطة إنه ما يحوش ماي ولا شيء، ولا إن الأغراض اللي دار مدارات شكله حلو. شكله زقرتي. أنت زقرتي والله. ننظف سطح المكتب. نعم. أيوة 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 أيوة. بس لا درج الاي ار بي مسوي شغل. حاضر حاضر. خلصت قهوتنا الحين. أبي تكفل شيء سوينا. أي شيء. أزرق. موجود وراي. أبي كوب الدوار. تامر عمر. موجود وراي. على اللي قاعد يسوي. تعال شوف تعال شوف زيت القهوة تعال. تعال شوف الطبقة اللي فوق هذه الزيت مال القهوة ما شاء الله. تعال دي يبين من هني. تعال تعال تجزون داخل. هذه طبقة الزيت اللي فوق هذه المستخلصة من القهوة. شوفوا ما شاء الله. نحرك عشان تبين. شوفوا هاي الطبقة اللي فوق كلها زيوت القهوة. ها عاد مو تفرح شوية. ها وقف يا طيب. عيد عيد عيد. لا مو عيد. ايه صح. برودة القهوة يا اخوي. صعب 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 يا شعلي. شوف يا اخوي. هذا الشيء صدقي اللي احنا نعرفه. تسوي كذي. تسوي كذي. ايوه. شوف هذا اللي عرفه انا مع الدفاشة شوي. هذه شخصيتي. غير كذي ما اعرف. خلصنا ست قلاصات. سلام يا العيد. بالعافية. ست قلاصات مع القلاص اللي بيت شعل الدوار. حلو. مع اللي على جنب كذي بيخرب. بسم الله. شباب اللي يبي قهوة حياه الله. الله يحييك. قعدت القلاص. قهوة يا شباب. شبابنا هازم جميل. الشباب تحت. أنا أتوقع التصوير ظالم المكان. يعني تبارك الرحمن النفود. عماير عماير. تبارك الرحمن. قاعد تسوي صلاه جزاك الله خير. الله يعطيك الصحه والعافيه على الجهود هذه. الله يسلمك. هذا هذا حالات الكشتات. شوف تعال النظافه النظافه اهم شيء النظافه. اي نعم اي نعم. بغيت اطلعك بس. هلا ابو خلاف. هلا ابو غالي. هلا ابو غالي. ما راح اقدر اسال انا مو يوتيوب. عاش ابو محمد. عاش ابو محمد. تبي تدز لي فيديو ولا شنو؟ يلا عاش. ها الفيديو كان قاعد نصوره. ليش يدز لك فيديو ريل سوالي العيد؟ صدق عن الزلم. سوالي فيديو قوي. منو؟ العيد. محمد العيد. ونعم والله. طيب حالك. الحين نقول. نقول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القهوة الدور الثاني. تسلم ايدك. تسلم ايدك. الله يسلمك. عطينا 20. يعني 40 60. قهوة مختصة في هذه الأجواء. يا ابو خالد قاعد تسوي الدور الثاني يا انس. دور ثاني. الدور الثاني. ايه مشاري ناطر دورك. ايه ناطر الدور الثاني. ها الدور الثاني. الله يعطيك العافيه ابو احمد. الله يعافيك ابو خالد. ايش قاعد تسوي بوي؟ ولا شيء ولا شيء. لا لا قول الصج. قول الصج امانه. بس حطيت اغراضي بالسياره وياك. اكيد. اي بس ما عندي ولا. انزين الترد اللي فوق شنو حاطي؟ اي ترد. هذا الجنطه عده قلوص. ريكفري ريكفري كيف تدري اخوك وايد يقعد بالاسرار. وايد ينقذ الناس. وايد يقعد ينقذ نفسه. الله يجزاه خير. الحمد لله. دخل دخل يا ابو خالد. السلام لو سمحت. هلا والله. شنو قاعد طالع؟ قاعد اشوف تجهيز اخونا ابو خالد حق السياره.
بتسوي وانيتك كذي ان شاء الله؟ لا لا صعبه. صعبه؟ ايه. ليش؟ ماكو شيء صعب عليك. انا ان شاء الله اطمح اكون مثل الشعلي. طموح فقط طموح. طموح طموح يستاهل. لا 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 يستاهل السلف انه يكون نفس الشعلي. الله يعطيكم العافيه. شعوري؟ ها شنو رديت نفس اللقطة؟ لا قاعد احاول اوقف الفيديو ماني عارف. ابي اختم بس. مصور لباتو. زين والله تم معلق يعني؟ ما ادري ابي ختمه مثل الناس. اذا نمت كذي خلاص تختم ابو محمد حبيبي اختم. لا بس بس كاف كاف مع السلامة. يا هلا بالشباب. جولة قلنا نتمشى حوالين المكان. ها شباب جاهزين؟ ايه جاهزين. هذا الطعس اللي امس نزلنا منه والحين ان شاء الله متجهين الى اليادة الرئيسية اللي برا. نقطتنا اللي بنروح لها 13 كيلو. فعليا راح نمشي اكثر من 13 لان طعوس. رايح لمين هناك؟ تحتاج انك تروح يمين ويسار. ما شاء الله يا منظر النفود. طبعا هذا امس احنا قصيناه ليل تبارك الرحمن. يعني شكل خيالي خيالي. هذا امس كان حوالينا كذي. ايه هلا حبيبي. ما شاء الله. يا سلام يا سلام عليك. هناك ما شاء الله شوفهم يعيشون ما شاء الله ما شاء الله. كان الشباب كفو 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 كفو. لا اله الا الله. اول ما نزلنا من النفود صلال قاعد يقول عندي احساس ان التاير فاش. يقول من امس وانا قاعد احس بهالاحساس. قلنا خلنا نوقف اهم شيء السيفتي. طريق واحنا قاعد نمشي قاعد اقول اهم شيء السيفتي. ليه ما وقفنا ولا المعاون طالع من مكانه؟ لا اله الا الله. ان شاء الله يسهل. خلنا نوريكم شلون راح نتعامل مع الموضوع وان شاء الله ينحل حل مؤقت الى ان نطلع بعدين باكر. طاكسي يا صلال. طاكلاج طاكلاج. نوريكم شو المشكله. هذا المعاون طلع من مكانه. هذا المعاون اللي كان على موتوري قبل بالاف جي. اسف اول شيء صلاه. لا لا ما ادري استخدامي الظاهر استخدام شنو مدر ها. ايش كثر استخدمته الحين من ركبته؟ انا ركبته في 2014. انت ايش كثر صار لك؟ سنه ولا اقل؟ اقل من سنه. بس شوفوا شو المشكله اللي صارت. شوفوا من وين طالع البرغي هذا اللي يركب هني فالت. كان المعاون هني واصل يعني فوق. فالحين رفعنا السيارة بالجيك. نوريكم جيكين ونحاول نرده هني بمكان. نبي نبطل نركبها ونرد اللقمة من أول. أيوه ما أدري إذا يصير ولا بس أتوقع هذا خوفك يدزني بعدين. ها؟ والله يمكن اسهل تصدق من فوق. زين لحظه بس اذا بطلت اللي فوق هذا شلون باقي هنا؟ السياره خلاص؟ شوف خلينا نشوف اللي هنا. عندك سباين كبار؟ ما اعتقد هذا تكفي.
هذه أكبر واحدة 17. هذا مبطل من تحت. بوك خلينا نتأكد. شنو ما بيقدر يحتاج شيء ثاني؟ درنا فيه شيء؟ لا لا ما يحتاج. مطرقة. حمود السوي بار منك عندك بعد النتفين ربلاتهم. أقول لك. ربلاتهم وكذا لازم تجيب. خذ وكذا. يا هلا بالمتابعين، ومضطرين نطلع من النفود. عندنا عدة خيارات، إما أن نحاول نسوي المعاون في نفس مكاننا، أو أن نطلع إلى صناعية، ممكن يكون الحل إن شاء الله أفضل وأسهل وأضبط. فلغينا المعاون، شلناه من مكانه، وحالياً ماشيين على السبرينج. المعاون اللي هو المساعد، والسبرينج اللي هو الياي عند إخواننا السعوديين. فالحين إحنا متجهين إلى أقرب يادة إن شاء الله ممكن تطلعنا إلى الشارع. إحنا بنحاول نسهل الطريق. خلكم وراي ها، صلى الله تاخذها كامله، خذ كذي على الراحه يعني. بنحاول ان نطلع على الشارع يعني باقل اضرار ان شاء الله، وان شاء الله تنحل المشكله. ارسل، حاول تاخذ يسار، سوى فتشه عشان اذا بغير رايي يمديكم. اقول لك بنفس، انا اقول لك في صوت قاعد طقطق ما ادري شنو هذا. هذا اي معناته من امس يوم الدشون مو من اليوم. عاده تذكر لما نكون مع غاربي اي صوت كنا نوقف نشيك، اذا تذكر اكيد تذكر، كنا نوقف نطل دار من دار سياره ونمشي، واي بريك ناخذه وقت التطعيس يا غاربي البريك هذا كنا نشيك على سيايرنا قبل لا نريح، كل واحد يطلطل كذي تحت بعدين نكمل. أبس نزال شيئك تبعين شنو أحطوط طليت على خيار المعاك وشنو كلش راح عن بالي من يشيك المعاك. اي يمكن كان ببالك ان شيء تحت ولا هذا، مع انه مكانه سهل، بس سبحان الله يعني ما شفته، ولو شايفين امس يمكن ما راح نطلع اليوم صالحا، راح نخلي لي باكر. فأقول خير ان شاء الله انكشفناه ان شاء الله تسهل. الله يحييكم. الله يخليك، معاكم راسل لكم ان شاء الله. صدق والله تردون؟ 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 هذا احنا طلعنا على اليادة الرئيسية مالت الزلفي، يادة الثويرات، وان شاء الله متجهين الى الشارع. ان شاء الله نشوف لنا اقرب صناعية يحلوا لنا المشكلة. عاد اليوم يمعة، ما اعتقد ان في محلات فاتحة، ان شاء الله تتيسر نلقى لنا بعض المحلات. قاعد نعبي تواير هواء عشان نطلع على الشارع. قالوا لكم الطريقة الجديدة اللي سويتها. شنو هالطريقة؟ الهوز نفسه قصيته هني بالنص، خليت قياس من هني لهني، طلعت التحويلة ووحدت الكوبلينجات. الكوبلينج اللي هني بالضبط نفس الكوبلينج اللي هنا. فالحين اتفخ تايرين مع بعض، وما شاء الله تبارك الرحمن مع كمبريسر اي ار بي السرعة خيال. الحين انا هذول اعتقد خلصوا، بس قاعد يعبي الكمبريسر. يمكن هني انس ليحن التاير الاول، انس التاير الاول؟ التاير الاول ها؟ هناك شباب ما ادري شنو وضعهم، بس ما شاء الله تبارك الرحمن وايد سريع وايد مريح. الفكره انه هوز واحد اساس اذا بلفه ما ياخذ مساحه داخل السياره. يعني نفس الهوز بالضبط اللي زاد علي الوصله هذه الصغيره فقط لا غير. الحين خلصنا وها عند سياره صلاب، قاعد نطبخ تايرين مع بعض تبارك الرحمن، سرعة خيالية ما شاء الله. طبعا هذا كمبريسر اي ار بي، هذا انتبه هني، هذا السلندر فوق،
ما شاء الله خلصنا والله الحمد. جواك الله يا انس. الله يقويك حبيبي. عاش. جزاك الله خير ما قصرت. يا هلا يا هلا يا ابو عبد الرحمن. جواكم الله يا شباب. الله يقويك. ها. خالصين؟ ان شاء الله خالصين. نبدأ. عاش صانع. عاش مقال. يا هلا يا هلا. قلنا الصناعية طبعا اغلب المحلات مسكرة ولله الحمد لقينا هالمكان مبدئيا تبارك الرحمن ركبوه بس شدوا البرغي وركب والمعاون نفسه ما في ولا شيء ما عدا الوصلة هذه كانت مستوفة ان شاء الله الامور طيبة غريب سنة تيمية خربان مفلول ها؟ توقع متبطل كان محلولي زين هذا رقمك اللي بالورشة ولا شو اسمه؟ 0453 4-5 وخلاص ابو خالد يا حبيبي بنرد ندش ليل خطاك السو يا الحمد لله على السلامة جزاك الله خير يا اخوي الله يحييك يا هلا يا سلام وسارة هذا امس مضينا فيه من اليوم طبعا تكون على ارتفاع بعدين تنزل وترد ارتفاع عاش ابو خالد عاش قال نسم تواير هلا ها خلصت وين؟ خلصين وين جاي؟ جاهزين بغسل بعد؟ اي رد سكر التانك لو سمحت ابشر خليني نبطل طول الطريق شنو ايه؟ ذكرت بس شنو ايه؟ يا هلا بالشباب هلا محمد هلا 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 ليش ما تطالعني انت؟ عشان الفلاش؟ ايه ليت شوي اه نسمتوا؟ ايه نسمنا الحمد لله امور طيبة؟ ني ابو عبد الرحمن الصانع هو قاعد يتعطر ترى والله ترى احنا كشته طيب جزاك الله خير جزاك الله خير نام 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 شكرا شكرا يلا فهد العدس ناطرنا هنا اي والله وين هذا عند الشعلي يلا يلا شنو كلمتوه ولا توقعات توقعات عاش سلم هلا والله بسم الله الرحمن الرحيم الحين قاعد تسوي لك جرب روح قص ولا ذي الناس اللي يبينك ينطرونك شباب يلا حياك صلاة شباب اوكي شباب قول الامور طيبة؟ ايه الامور طيبة موجودين الامور طيبة وقف
شنو؟ وخر قاعد يقول له وقف وقف يرجع قري النوس الصلاة على نفس اليد. هاي شباب الله وانزل يمين يمين الأمور طيبة بعد بس أنا استعب نزل بسرعة شوي اسكت 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 وين؟ اسكت؟ لا ايه انا شفتها ظل وايد قوي نازل تحت اوكي هيك الوضع يضحك على وفيس يخرع ما كله فنايل ها قاعد تقهوى حاليا البقع الصانع هلا عمو ولا رضيت كذي الله يعطيك العافيه الله يعافيك استمتعنا مع القائد انا الصبيبان من يدش كذي بسيارتي شنو خلاص من اللي قاعد يرعص هذا مزعج هذا بالصدق مزعج وايد ايه ايه مؤذي يعني لا يا لمي ما هقيت نفسك شي ضيجة يا اخي على طاري نفس الضيجة العدس وينه العدس ينطرك دور دور بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا والله الحمد دور يا الربع دور شو مسوي انت دور دور يلا شنو صب بالدار اخوي صب صب بالدار اخوي بالدار 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 ربطنا لو سمحت بالدور قول بسم الله ويب كوبك شعلي سمك شعلي قاعد يقول لي بالدور ابو محمد شلون قال لك تدري من متى واقف انا سلامير يا ولد الحين اعطيك
صدق شوفوا يسلم شوفوا لا لا امير غير شوفوا هلا خبز يابس شلي هلا عطنا شنو الطبخه بما ان احنا كنا شوربه عدس قلت تريحون فيها مخكم شوي على ما نجهز العشاء ان شاء الله شوربه العدس حق المخ تو ندري تضبط المخ شوف القهوه على حق شنو مكتوب عليها اقرا مين اللي بعده هاش ترى تساوي كل واحد ثلاث اوه طال حمد تو قاعد من النوم صاف دور ها انا مو واحد مديد على الخبز شعلي ترى في محط قاعد يصير وراك على الخبز ماكو واحدة اي خلهم بالعكس ماكو بعد واحدة ثلاثة دور ثاني انت بتوزع ولا كل واحد ياخذ من وراك سجن يا لا كيف اللي يبي ياخذ بس الشوربة اللي بكيفك ها المفروض وياي واحد موظف بس اليوم شو اسمه معطيه جاهزة ها اليمعة عشت الشعلي عشت من قال ها شنو هذا هلا والله هلا بالحبيب حيام 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 في سبايسي في سبايس سياره كلها راعي سياره كلها كف لم عند شعلي هذا بعد الصناعيه مطلوب لازم شربه عدس ها مطلوب ترى دور العدس هنا يا شباب شنو هذا سجناء ولا صابين ايه بالدار صف دار يا زين المصابين شنو ورا الضعيه نفسه ما في احنا بالتساوي اللي بعده اصلي عين اصلي العافيه ثم بعد ينحط حاكيك كنا في واحد صاف ما عنده كوب لا عنده سراي شوفه 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 تفضل السلام الله يسلمك كاف طيب لك توكل على الله اسلم واحد ما اشوفه وين بخلاف بخلفان خلاف حياك بسرعه لا يطوفك الدور تحتاج ملح ولا والله حسب الرغبة كيفك انا حاطه انا شكو بدورك انت كل واحد ملح عاد قاسات ترى سلام سلام كاو سلام انا خليت منك عينه ضبط بخلاف كوب كوب لو صح ماشي على قياسات خلاف كوب قاعد تحطون الله يجزاك خير ايوه شاطر في ليمون بسيارة محمد العيد يا شباب يلا بخلاف بالدور في ناس احس ما مروا علي منه بس خلاص خلصنا بس انا وياك ما هذا بس ولك شنو هذا حاتيك احنا من الجدر على طول تسلم يا واحد انتهينا ايه خلاص شو نسوي الحين ناكل دورنا الحين شنو ما اخذ ايش الحين بيك تفضل تعالي وينك ايوه اسمع هذه رابع عشان الامير شنو رابع؟ ثلاث حطيت لهم ثلاث صبات احلف انت اربع لا لا بيدك امسك في وايد متروس بيدك يبغى امسك بيدك انا ثلاث امسك خبز يابس مال الامير انا اسف بس انه يعني احب الدلع والدلع ملزوم على الربع طال عمرك اسلم شنو تكفى شنو راوخ يا العود يسلم راوخ يا العود يسلم اي لازم حاضر بكل كشته كف يلا يا الربع راوخ بسم الله هذا اللي امس كان ويانا رد لنا مره ثانيه بسم الله الرحمن الرحيم انت مو اختفيت اليوم سلام. لا بسم الله الرحمن الرحيم وصلت عاديه وين اللي قاعد يصلون مساء شبه طيبه توني وانا نازل من فوق ارسل في خلل شنو قاعد اشوف استهلاك كوابه الكرتون اوفر اي صح كل واحد يجيب كوابه صح ما ادري ملاحظ والله وين كوابتكم يا شباب يلا جيب كوبك يا العود شاده وياي
شنو شاد وياك؟ وين الكوب؟ انا قلاص يمي. يلا وين الكوب الشباب؟ وين قلاصك؟ انا وراك. القلاص الدوار. ايه خذ راحتك حمود. من رحله الجنوب كوبي عندك وينه؟ موجود داخل. جيبه. شو يسوي عندك؟ شو يسوي عندك؟ من رحلة الجنوب. لا ياخذه بس هو ما اخذه. شو يسوي عندك من رحلة الجنوب؟ انا قايل له ياخذه بس ما ياخذه. شوف الكوابة شوف اخوي. اجلس لي باقي استلمته قبل الكشتة اللي طافت. بس 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 بس. شكوب. وين كوبك يا ابو محمد؟ شو تقول صلاه؟ سليب باق. ايه. ما اعطاني اياه الا قبل كشتة المعشر. اوف. والله. ليش كذي؟ مسكر عليه بالخيمة، مرة منزل ستوري مصور وانيته. إيه؟ قلت له تكفى لا تسكر الخيمه الا بشايل السليب باك. كفو دوري ليت. هذا كوبي المشكله كوبي صغير ها، يعني انا يبي لي قلاصين بس يا طفل. اوكي موافق. ترى اعطاني اللي تبيه العود، في واحد في اثنين بعد. خلاص وصلت الامانه خلاص. لا اعطاني كوبي. زين قرت عينك الحمد لله. انا ما اقدر قلاص استكانه. طب لي قهوه لو شاي بستكانه. خلص واحد ثاني حاضر. يا سلام عليك يا اخوي عليك. ما يكسر رفل. يا سلام عليك. شوف الجديد يا ابو محمد. ما شاء الله ما شوف الجديد يا ابو محمد. تبارك الرحمن. بركه بركه بركه. الله يبارك عمرك. هذا الدرج الوانيت تبارك الرحمن. خلاص كمل طال عمرك وكامل وجه الله طال عمرك. يا سلام عليك. تسكر كذي ما تبي اخوي. هلو. ايه تسوي كذي طال عمرك. اه دعم سموحه. ايه تسوي كذي. يا سلام خلصنا ما شاء الله. بس وهني ثلاجه ها. طبعا. يا سلام. جاهزين جاهزين. عليك بالعافيه. عليك بالعافيه. عليك بالعافيه. الله يعافيك. عشاء صانع عاش انس. ها شنو مهمتك؟ غسيل العيش. غسيل العيش ها؟ الله يعطيك الصحة والعافية. واحمد. هلا بالحبيب. ها شو الخطة قول لي؟ هلا بالغالي. شنو الخطة؟ خطة إن شاء الله نسوي كبسة دياي. إيه؟ وقاعد نضبط شغل، استعنا بجدرك الكبير. حلو. بشرنا الجزر. إيه؟ بشور الليمون. يا سلام يا سلام. إيه؟ سلام جزاه الله خير قصص البصل. ما شاء الله. عاش عاش اشوفك. ها عاش. هلا 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 عاش ابو يوسف. ايه يغسل عيش يضبطه ان شاء الله خير. وانا مشرف عام الطباخ. انت مشرف عام؟ انت مدير المكتب. مدير المكتب. نعم نعم نعم. هذا رفيج من وفيران والجرابيع يتمشون. شوف شوف هلا شوف 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 عاش عاش العيد. ايش نعمك يا العود؟ شو تسوي؟ يا ضبط الموضوع. انت حركت الموضوع كنا. لا بس خلاص على اخر شيء كان مركز حيل. ها لا وين موديه؟ ضبط. يلا روح. ما شاء الله ما شاء الله. عاش ابو يوسف. عاش من قال. سلام ما شاء الله. ها فقرات ضبط الدياي. ها ايه تقطيع وتنظيف. يا سلام مي ابو يوسف صلال طلب الحبيب. وهني انس مساعد ضبط العيش. هني عندنا الشعلة الهي بالجدر. ها الشعلة. هلا بالحبيب. هلا براحمد. ها قول لي. هلا والله. ها. يعني حمس المكونات البهارات البصل الطماط الجزر. ايه. مكونات كلها كاملة. ايه. بعدها بنزل دياي. ايه. هم خلطها بالبهارات عشان تنكه كذي تغلغل فيها النكهة. المرحلة اللي وراها نصب ماي عشان يستوي الدياي، بعدها ننزل العيش ونعيش. البراد ولا النيسان؟ كل شيء له جوه. تمام. 8 سندر ولا 6 سندر؟ 8. تتفق معاي؟ زين الحمد لله.
ثمانية يشيل عمره الستة بس ترى يعني ثمانية مرتاح. انت الاهان من راعيك راعاك والاهان شعبك اي الرم ورايك خالد عندنا الغباط روح انت الريحة الطيبة. يعطيكم العافية يا شباب. اليوم يمكن حاشنا موقف مع الصلال اللي هو لما انكسر المعاون. وعادة في الرحلات اللي تصير فيها أفرود وفيها أماكن خطرة يعني بعد الله سبحانه وتعالى تسهل، ولكن لابد من المشاكل ولازم كل شخص فينا يكون جاهز حق هذه المشاكل. يعني مثلا اول حل احنا على طول رفعنا بطلنا سوينا هذه الاشياء، بعدها قلنا نروح الصناعية ممكن تضبط اكثر، والله الحمد حلوا لنا اياها في دقائق، يعني يمكن ما طولنا حتى فوق ثلث ساعة. المقصد من هذا الموضوع او هذه السالفة اللي سولفتها انه في طلعات البر او في اي رحلة بحياتك تسويها، من تصير لك اي مشكلة قول الحمد لله وخيرة قدر الله ما شاء فعل، هذا اهم شيء. ولا تخرب صفوة مزاجك، لان انت اذا تعكر مزاجك تعكرت معاك راح تعكرها على كل الشباب، كل اللي معاك بالمجموعة راح يتضايقون، انت متضايق راح تأثر سلبا على اعضاء الفريق اللي معاك. فأحسن طريقة أنك تسويها تقول خيرة الحمد لله خيرة، وتقدر تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وقول قدر الله ما شاء فعل عادي، يعني من تسهلها راح تتسهل. وبالنهاية أنت يعني طالع تبي تستانس، رايح كشتة أو طلعت بحر أو سفرة تبي تستانس، فأنت تخيل أن أنت لما يضيق خلقك يضيق خلق ربعك اللي وياك لأنهم على قلبك، فأنت راح تأثر عليهم. يعني خلكم مستعدين حق اي شيء يصير، لا تحاول تتضايق، بالعكس ابتسم وقول الحمد لله، والحمد لله ان انا مثلا اكتشفت هالموضوع، او الحمد لله اني شفته بهالموقف هذا ولا ان ما شفته، اقول الحمد لله وممكن تصير سهله شيء تتسهل سبحان الله تتيسر، ولا انت خالص وراد اجواء رحله كشتتك او اي رحله كنت فيها راد والنفسية عالية والله الحمد لله ويعطيكم العافية. نستفيد من إجابتك الحين الـ الـ الورث. نتذكر مثل حضرون ثين. فرت أسئلة وأجوبة. الولد. كل واحد يسأل السؤال. الولد يرثون أم لا؟ عيد. شلون مرة ثانية؟ جد موجود. إيه. ها؟ شرعاً تبي. شنو السؤال من أول؟ سؤال من أول نبي نسمع. السؤال من أول. إيه. الحين الجد موجود. توفى الابن. أبناء الابن يرثون أم لا؟ لا لا يرثون. اجاوب. لا لا عادي جاوب. شرعيا ما يرثون. ما يرثون. ما يرثون. بس يعني في شغله قالوها ان في قانون مصري. بالقانون. في قانون مصري مطبق. ايه بالكويت. ايه بالكويت مطبق. ان يرثون. وبن عثيمين افتكر او شيء. هم قاعد تكلم عنه صحيح. قال ان هي يعني ما يرثون، ولكن اذا اتفقوا الاخوان كلهم يقدرون يعطونها، اما اذا واحد يعطي من ميراثه لا نورث له، يعني انا موافق من ميراثي انا اورث. جزاك الله خير فتنا بالسؤال الجميل. فتنا فادنا افادنا 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 لازم شيء طويله اي سنه الطاعون بالكويت يعني ما خاب ظني بالثلاثينات اذا ما خاب ظني بس انا اتذكر التاريخ سنة 37 شهر فبراير 9 فبراير تحديدا. انا اقول 36 تبي صدق البنات؟ انا ما ادري احلف انا قطنا سؤال ما حد يعرف جوابه يبي له جوجل ما في جوجل. قانون حق الميراث تكلمنا عنه اسمه الوصيه الواجبه. الوصيه الواجبه هلا زين شاري تفضل عطنا سؤال دورك. اشرب شاي انا دقيقه بس حلو سالم عطنا سؤال سؤالك ورا هوش عطنا روح. روح سالم. ما عندي والله ما يحضرني. فكر. لا ميتين الشباب ميتين. صانع. يا هلا مرحبا. عطنا سؤال. متى ابتدت الحرب العالمية الثانية ومتى انتهت؟ ياخذون ورث ابوهم اللي المفروض يرثه اذا توفى. بلشت 45 انتهت 47. توفى على يعني توفى خلاص استمرت ست سنين وفاة ابنه. إجابة صحيحة.
الحرب العالمية الثانية استمرت 6 سنين، ولكن متى ابتدت ومتى انتهت؟ 1945 بدت. من 42 إلى 48. خطأ. 41. لا. ابتدت 41. شنو السؤال؟ شنو السؤال؟ بدت متى ابتدت الحرب العالمية الثانية؟ خلاص آخر إجابة اسمح لي فيها 39. بدت. صح؟ هذا الشق الأول من الإجابة صحيح. يا سلام يا سلام. ولكن متى انتهت الحرب العالمية؟ بعد 6 سنين قال احسب. 45. 45. عاش 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 عاش. انا قاعد افكر بجوابتهم. ودهم ما يدهم ما يدهم. لازم نحضر حق السؤال. لا الماشوة خلاص. سنبوك. المحامل نطلع من المحامل. ما ادري خلنا نفكر. نفكر نروح حق العيد. يلا. العيد دائما يجي في العيد. يلا اعطي سؤال. سؤال بنكي سؤال بنكي. لا. ليش اخوي طلعنا من البنك احنا اجازه. اعطنا سؤال. شو يذكرنا شوف ما شنو. اعطنا سؤال. زي خطرت نفسك اول شيء. ايه عشان عشان انت تسال. صلاة مو موجود. كم غزوة؟ غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. شنو مرة ثانية ما سمعت سؤال اسف. كم غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثنتين. تسعة؟ لا. صح. شوف من جد عندك مؤتر. زي. أحد. أوكي. بدر. أوكي. حنين. حنين. أوكي. الخندق. تبوك وينها؟ حطين وينها؟ ليش تقول لي ايه عيال خمسة؟ لا قاعد اقول لها كم قول لي يلا ما قلت لي انا قلت له اوكي يلا قول لا لا انت انت اخذ الرقم الصحيح اول شيء بعدين لا وشون خمسة قول انت تعرف الاجابة ولا لا؟ لا ما اعرف الاجابة شاري هلا بالحبيب عاقبهم اللي يسالون اسئلة ما يعرفون اجابة عاقبهم عاقبهم وقال على الكرسي والله روح قاعد سألك عندك سؤال وانا عندي الجواب متى شرف مو قادر تشوف الافجي اي سنه 13 الوان احلى صراحه قال صح تكلم جاوب انت انت اخوه ما يصير انت اخوه انت اخوه ما يصير تجاوب متى استلم ولا متى دفع صح في فرق هذا عندي عندي سؤال يخص والزلم صعب احد يجاوب اللي بس تحط انت تعرفه لا والله انا ما اعرفه تخيل شلون ما تعرفه مو متاكد منه لهالدرجه اي والله زين قول متى ابو الزلم صار ابو جرب الله شوف انا ما اتذكر متى ولدي الولد يلا والله ما اتذكر ما يصير مشاري ماكو شيء اطلع منها مشاري ما يصير انت انت العم المفروض ما تسولف ها ها تسعة زين انا عندي سؤال متى ابو الزلم لا محمد زين خلاص انا ما راح اجاوب زين زين نزيت او مو متى شنو الكلمه اللي كان كاتبها على سيارته الحمراء اوه انا ادري 787 النقط صح النقط النقط ادري ها شنو تدري؟ ادري النقط طبعا نوضح كان عندي جاكور احمر وحاط عليها بالبرايل لغه اللي يكون ضرير اللي ما يشوف فحاط نقط وكاتب كلام فاللي ما يفهم ايام الدراسه كانوا يقولون عن سيارتي يسمونها ام علي هذه شو اسمها بالانجليزي ليدي باج بالعرب بالعربي دعسوقه ولا شنو دعسوقه صحيح فهم عبالهم انا مسويها كذي ان احمر منقط باسود ولكن هي لغه البرايل الله عليك لان عندي من اهلي اختي ضريره فما تشوف فانا كتبت الله يطول بعمرك هالشيء الله يسلمك ويخليك فشنو الكلمه يلا روح يلا يلا روح اسمك يا سلام جاوب جاوب روح 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 على الصلال الصلاه ايه دراك كان حاط اسمه شلي صدق تدري ولا شيبت ادري اسمه والله شاكر الله يحفظك والله شلي قمنا نوزع الكاستن شنو ودي ابلش بالكاستن بس ما راح تعشان بعد لا
خلا ورا العشاء. لا اكل انت واحنا نتعشى. في اي عام صاحين؟ ايه صاحين. صانع صاحي؟ صاحي. ايه ها شفيك نايم؟ خليك ويانا سؤال تاريخي هم انت اعطيت تاريخي الحين بتحرش فيك. صح. ايه في اي عام احتلت فلسطين؟ احتلت 948. سليم اجابه صحيحه. صحيح اقول اجابه صحيحه. صاحب السؤال روح هنق شوي قاعد يشبك. لا صح صح 1948. صفقوله صفقوله. انا بدي استقال. تك 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 اللي قاعد يشيك على جدره. انا قاعد اشم ريحه شيء زين والله. ريحه كبسه ها. أوه. اليوم شم شغل نقاش وفحمة يا صديقي. بسم الله الرحمن الرحيم. شبكت انت؟ تعال 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 اشوف شوف زيت. لحظه سنيال في زيت صوص بحر بارز. حلو تحت النار بغرفة ساحة. وين هذا؟ عيش. تبي تدخن العيش ها؟ السلام. الحين خل ابو خمس دقائق شي يريح شوي يهدى تهدى المسائل. هدى هدى وناكل ان شاء الله بسلام ان شاء الله. وين عاش بخلاف توثيق ها؟ يا سلام عليك ابو احمد. هلا تسلم ايدك مقدما. الله يسلمك. ريحه حطبه داخل. قل لي شنو القطه؟ شوف شوف هذا عشان احنا مقاطعين ناخذ الشغلات المسموحه. منتج سعودي هذا مضبوط. يا سلام. زين انا راح اجيب عاش من خالد. عاش من قال. سؤال حق المتابعين هذا في منه احمر؟ لا انا والله ما شفت له. ما شفت له هذا. لا لا مو دايت. ما في دايت شيء نزلوا منه كنا زيرو. انا شفت قوطي اسود بس هل ماركه ولا لا ما ادري صراحه. وانا كل ما ادش اون لاين القاه سولد اوت. ابي فاد اخواننا اللي بالسعوديه تفيدونا جزاكم الله خير. اذا في منه شنو احمر او زيرو شو اسمه او دايت. يا سلام كنزه. بالعافيه يا شباب. الله يعافيك. اقعد المشري شناطر. يلا ناطر الشباب اللي بعد ما يلا راشد بلش. يلا ان شاء الله. اوكي يلا الحمد. سلام عطنا تقييمك الحمد. والله يعني كل نطره وراها ابو احمد شيء صدق تسوى. اوف صدق حيل. تسلم ايدك. الله يسلمك. بعد العشاء نرد على شبة النار. عاش الشباب. بالعافية يا شباب. تسلم ايدك يا الشعلي. الله يسلمك. مو نفس اللي عندك اللي عندي. كان حق الدفا. يا سلام. ولا عصار خشيك ما حد يرد. هذا انا ليش ان هذا تفاهه تسكتون مو انا بعرف السالفه بعرف صاير مات خاف بطل خيمه واموت. دبيت بعدك تروحين ما اتحرك. قلت يمكن احد حيوان شيء ثابت مو قاعد اتحرك كلش. لعبت بتفكيري والله. شوف شيء ابيض والله. كاو يبا كاو كاو من شكله. ليش رايك العب وياك اللعبه؟ اروح هناك تدورني. وين الكماشه يا ربيع؟ ميلك يسار. بعد واحده بعد واحده ابو خالد. تعب تعب. صارنا صارنا خلاص وقت النوم. اغلب الشباب خلاص كل من دش فراشه واللي يدفى الخيمه بما انه الحين درجه حراره 1. الله يستر من الفير.
في واحد قاعد يحط الدفاية بالخيمة قبل لا ينام، طبعا يطفيها وينام. في بعض الشباب لا دشوا فرشهم أبشر. نقول لكم تصبحون على خير، نشوفكم باكر إن شاء الله. سعد الله صباحكم بكل خير. صباحكم الله بخير يا شباب. هلا والله. يا هلا يا هلا يا هلا. عندنا صانع. يا هلا. يا سلام. من انس هذا منو خلاف ايشون قال اوه الشعله ابو احمد هلا والله هلا بالحبيب يعطيكم الصحه والعافيه هذه احد الاختراعات الجديده اللي قاعد اجربها وللامانه حتى ما جربتها في البيت اول تجربه هني شنو الطريقه ركبت السخان مال نيتشر هايك اللي عندي وسويت له وصلتين بالبيت الاسبوع اللي فات وهذه اول تجربه واحده قاعد تطلع من المضخه وواحده قاعد تدخل داخل السياره فالحين انا مشغله درجه حراره كانت هني مساع 11 حراره الماي اللي هي الداخله نشوف كنت تطلع اوضح من التصوير كان درجه حراره 11 الداخله واللي واللي هي هذه مالت التانكي وهذه بعد التسخين 35 ولكن شوفوا الحين وصلت الى 17 وقاعد تزيد تدريجيا هالطريقة راح نسخن التانكي بالكامل بس ننطر عليها شوي شوي صعدت شوفوا من 11 الى 17 وقاعد تصعد شوفوا كم وصل معنا الحين التانكي 20 والاوت اللي هنا قاعد يطلع 40 ان شاء الله هذا الموضوع ترى كله يعني يمكن بالكثير صار لي دقيقه بسم الله الرحمن الرحيم نخلي الحين شباب يجربون انا ترى ما ادري شنو هذا اي هني بيجرب انا قلت لهم تعالوا عشان تجربون طريقه نشرح لكم اياها هذا سخان ماي حلو ولكن متنقل غير ثابت سويت له الوصلات قبل لا ني الكشته كم يوم هو مو طريقته نهائيا مو كذي لما تشتري من المصنع مع هوز شاور وهني نزافه كذي تحطها داخل اي جلن ماي حلو بس هذا هو اللي موجود فسويت له وصلات حنفيه شطاف ماي كل شيء سويت له حلوين اخر شيء سويت له اني مددت طرمبة داخل سيارة طرمبة ماي فلغيت انه لازم تانكي وقط داخل تانكي الماي الحين دايركت من السيارة يطلع ويتسخن الماي حلو فهذا الحين بالنسبة لي قفزة وايد كبيرة حق السخان قبل لازم اعبي هني هذا وقط داخله فيخلص ارد اعبي خلص ارد اعبي خلص ارد اعبي الحين خلاصة الحديث اللي فهمته ايه تعال حياك حياك ان الماي حار قوي ان الماي دايركت لا 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 لا, لا. انت راح تشغله من هني هذا الطريقه الاولى حلو تعال 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 خلنا نسمع اول شيء اللي انا اللي فهمته اللي فهمته ان الحين اول كنت مضطر تجيب لك تب تعبيه ماي صح. وتحط داخله الشمعة صح وتشغل مو شمعة اللي هي النزافه نقدر نقول النزافه او العوامه او الغطاس واحده من الثلاث ما ادري الاربعه اللي قلناهم إيه؟ بعدين يطلع الماي برا عشان تاخذ الماي الحار راح يطلع خلاص. من هني على شاور اللي شي تبطل اون شاور راس شاور سماعه حلو اي هذا حولت حلو. هني راس شاور صار عندي راس شاور وشطاف وحنفيه حلو بعدين حطيت لي حنفيه عاديه نل هني موجود الكوب بس الكوب حلو الحين شو اللي صار الحين الماي بدال لا نقعد نعبي التب اللي فهمته انا إيه؟ الحين يطلع دايركت من التانكي مالي يروح يدش داخل الهاردسك ويطلع لي حار
نعم اهم شيء الهارد ديسك هذا ما ادري شنو اسمه شكله سي دي اخوي شكله هارد ديسك سي بي يو اي بالضبط زين الحين بنشوف لا خلصنا الحين هذا كله الحين تجربه جديده اللي الحين اول مره سويتها انت الحين صادمني بصراحه شنو انا اول شيء سويته حسيت ان انت معبي التانكي وقاعد داوره وشنو قاعد تحرر التانكي الاساسي هذا الحين اللي تو التجربه الحين اللي تو سويتها حطيت تانكين صح العيد هو كوبلينجين هذولي واحد قاعد يطلع من الطرمبه ويهني بس بدي الله يطلع برا رد مره ثانيه داخل سياره اه فالحين كذي انا بغيت ابطل فالحين الماي. بطل الماي جرب اي انا شتي بغيت ابطل الماي اخوي بطل اول نل الدل اول نل على اليسار اول نل على اليسار اول نل على اليسار مو الطرمبه اوكي لحظه هذا الهوس انا قاعد استخدم ايد اليمين هذا لحظه اسهل لك اياه احط لك تطويله شويه احلى تمسك الحين هذا اللي بالنل اللي بالهوز الحين وصلت التانكي اوه دافي بس مو دافي اللي ها بس يعني مو بطل بارد بطل طلع كل اللي بالهوز الحين ايش الحين بارد احلف والله اسعد الله صباحكم بكل خير يا اخي ليش تعكرها اه شوفهم ما شاء الله اي حسافه مساعد ما صار ما شاء الله شوف الاكشن ما شاء الله اول واحد قال كوشن ليه شوف عندهم صلاه ما شاء الله تبارك الرحمن صلاه شوف اخر واحد انكسر معاهم اقول هذا انا شلون بنطلع لا لا الاخير بخالد من الاخير هذا شوفه يا عسنة هذا بخالد شوفه ورا والله لو فرق تصدق صح اخر شيء يعطيك اللو فرق ارجع ورا يا حبيبي لا لا شالي هذا انت يا يمي قاعد تقولي سالفة كم عددهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 احنا كم واحد 11 12 داش ليش شلون؟ قاعد تشوف الذهبي؟ صح شوف الذهبي شوف انس ابو خلاف انت مو جاي بسيارتك؟ خلاف السما اللي تحتوي يا هلا بالشباب صباحكم الله بالخير صباحك الله بالنور والسرور صباحكم بالخير يا شباب لا زياده ما في شيء يا هل يا هل متى نجرب الماي مره ثانيه صباح الخير الحين كم وصلت درجه الحراره تعال شوف تعال يلا تجربه بسم الله. بما ان قلنا تجربه عدلت الامور الحين ما شاء الله كل شيء تمام يلا الله العيد اول واحد ها اوكي ولا مضيع انت لا لا اوه صحيح اوه ها شال حركه ابو محمد ايوه خليته 40 ايوه طبعا انا اقدر اختار العيار المناسب خليته 40 والله ها يفوز والله برافو والله يفوز برافو والله يفوز والله كان 11 اي صار 40 كفو والله يمكن طول ما حسبنا له بالضبط بس يمكن 25 دقيقة تقريبا هني نفس السخان مثل ما ذكرت ان موحدين الكوبلينجات بالسيارتين انا واخوي بالضبط الحين بس خلى الان من الطرمبة جاي حق السخان خلاص وحاط الشاور داخل مشري بطل باب يلا حيا ها شو الوضع هذا الشاور اعطيها بس انه طب يلا عطها خلينا نشوف لا لا تنسلف ماي مو طيبه وانس صباح الخير صباح الورد يا هلا بالحبيب تخيل فهدي شنو سكرت الخيمه خلصت اغراضي داخل مفتاح السياره داخل بعد بيضه بالعافيه الصلاه الله ياك الدرابين هذا قبل ال ايه طيوك شنو مع حليب مهيئ شو محضر لنا اليوم حق اليوم
خبز التورتيلا يا رب حضر بحب الله مع شنو خلطة البيض مع بعضها من البيض بيض حضرتك من البيض وصلصة الطماطم الحمراء الله وقطع الببروني الجميلة نفس الشطر بالله وكمية من الأجبان اللي أيوة تعطيك سعادة إن شاء الله أنا سعيد قبل لا أكل أنت السعادة يا معمولة بحبها إيه لازم شالي أنت السعادة يا عمر شوف درجة حرارة كم وصلت انا عندي ماينس صفر فاصلة سبعة عند الشباب واحد ماينس واحد طالع له واحد ماينس اثنين يعني درجة حرارة اذا بنقول صفر فكان الجو جدا بارد اللجنة مش اللجنة زي صلصة البيتزا نزل جبن شيدر او جبن سلايس عاش شعلي عاش عاش من قال تسلم ايدك على اخرها طيبها خمس دقائق انت بس ما اخرها في شوط ثاني شنو هذه يا اخوي بيتزا بالبيض تورتيا كل شيء بيتزا بيض مو بيتزا بيض شنو شي خبز التورتيا وقها بيض صلصة البيتزا ببروني وجبن قوية بالعافية الله يعافيك يا سلام سلم تسلم ايدك يا شعلي يا هلا اليوم طبقين غير عن بعض ها؟ ايه الأول شو اسمه؟ بيتزا بيتزا التورتية ها؟ ايه نعم والثاني؟ الثاني نفس الخلطة الأولى بس خلط كل شيء مع بعض شنو ما لها اسم الثاني ها؟ لا تأليف حديد الساعة شنو هم ليش قاعد يكلون هني؟ برا وين ناكل؟ ايه بالظل حط بالطاولة بالنص شوف التعاون بس شعلي هلا قطهم فوق بعض قط لا انا اي صح صح شغله شعلي لك فاشك داخل بعد شعلي لا القفشة برا فهد هلا اسمع اها انا توك اخذ لقطات ايه اشوف ما شاء الله الشباب كل واحد مشغول بشيء فابيك تسولف وقت الشيله وقت الشيله قول لي عن التعاون لازم كل واحد كل مره ننوه ان كل واحد من نفسه مو انت تقول له فلان يعني ما تكلمنا ولا كلمه فلان كل واحد انا قاعد اشوف كل واحد بروحه راح بس قلنا يلا نبي نمشي يا شباب خلاص كل واحد استلم الشغل الحين نشتغل غسيل على طول وبادي الشباب كاس طلال قاعد يضبط كل عدة الشاي والقهوة هذا قاعد يغسلهم يضبط أمورهم في ناس قاعد تشيل كراسي أغراضهم الشخصية ونخلص إن شاء الله نشيل كل شيء ونمشي إذا صار تعاون ما حد راح يتضايق أو شيء لأن الكل قاعد يشتغل ما راح واحد يشتغل ويشوف الباقي قاعدين يسولفون يضحكون ثاني نقطة عندنا اللي هو إن الوقت عندك الوقت جدا مهم في الشيله او الحطه يمكن يعني ناس يقولون انتم قاعد تبالغون مساله الوقت ليش لازم بسرعه لما انت تي تبي تنصب بدال لا انصب مثلا بساعه الا ربع راح انصب في 10 دقائق هذه فرق ولا مو فرق فرق وايد كبير نفس الفكره حق الشيله راح تصير خفيفه على الكل لما يركب سيارته يبي يمشي ما راح يحس انه تعبان عادي كل قاعد يشتغل تشك بوم كذي
خلصنا يلا توكلنا على الله. وهذه تفيدك حق اذا بتنقل من مكان لمكان، تنصب بسرعه تشيل بسرعه، تنصب بسرعه. متبع عندنا ان اخر يوم خلاص عرف كل واحد لما يقوم من النوم ينزل من خيمته يسكر خيمته. اليوم اليوم الصبح صدق كل واحد نزل سكر خيمته. يعني من تقول صباح الخير اللي خيمته مفتوحه معناته يا تو قاعد رايح يغسل يا للحين نايم بس، والباقي طه 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 خلصوا. الحين باقي ترى المظله وكراسي وبس نسكر بس هذا دز الدرج كذي وخلاص ماكو شيء. يا هلا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله أكبر لا إله إلا الله. الله يعطيكم الصحة والعافية. وانتهينا من كشتتنا في نفود الزلفي تحديدا في الثويرات. هذا مكاننا قعدنا فيه ثلاثة أيام، احنا 12 شخص ما شاء الله. شوفوا نظافة المكان، فلنا كل شيء. لازم انك ما تترك اي اثر وراك، يمكن اللهم الرماد يطاير مع الهواء، ولكن ما عندنا اي شيء. الشغلات العضوية اللي هي بعض من الخضرة وكذي هذه ممكن تاكلها الحيوانات، ولكن اي شيء مصنع كله تشيله وياك في عزكم الله اللي هو تشيس الزبالة وتقطه برا في الحاوية، ما تقطه باي مكان ثاني في الحاوية. دائما نقول اترك المكان مثل ما كان، او اترك المكان افضل مكان، والمكان كله ذبان. بالنهار يحوشنا ذبان ولكن الامور طيبه والله الحمد. في الليل الجو مثل ما وريتكم ماينس صفر عندي، وهني عندنا اثنين تحت الصفر عند القارئ اللي عند صلال والقارئ اللي عند ابو خالد واحد تحت الصفر. فلو بنقول اعلى قارئ فيهم صفر 0.7 بالماينس. بالنهاية اقول لكم نشوفكم على خير، ولا تنسونا طبعا بالاشتراك في القناة حق اللي مو مشتركين، وتفعيل الجرس حق اللي مو فعلين الجرس، وتحطوا لنا لايك وتعليق جميل مثلكم كالعادة. بالنهاية كان معكم اخوكم فهد بن حسين، نشوفكم بحلقات ثانية، وما راح نختم الفيديو، راح ناخذكم ويانا في درب الردة، وإذا صار في أكشن بالطريق راح نوثقه. يلا نبي نتوكل على الله إن شاء الله ونطلع من النفود. طير أخوي طير. هياك. أنا ترى قطيت قطة صغيرة هنا.
عاش الشباب عاش. يا هو موجود من آخر سيارة يا شباب، توكل على الله يا شباب. يا هلا بالشباب. طبعا هذا طريق الردة، والله الحمد استمتعنا وايد في اجواء هالكشتة والجو تبارك الرحمن جدا ممتع. لما احط بعض اللقطات حق اللي هو حق الطريج، احنا محبين للكشتات وللافرود، الافرود اللي هو يعني ان نتمشى في الصحراء، نقطع مسافات اللي هو قطع. يمكن تلاحظون بعض رحلاتنا اسمها قطع، لما اكتب قطع النفود الكبير، قطع الزلفي مع مكذوبة مع معشر. اوكي احنا مخففين. حلو لما نذكر ان في شغلات فيها قطع، لان احنا نحب هذه يعني الهواية، نقول متكاملة ماخذينها كاملة، اللي هو انك تتمشى بالنفود، تستمتع بالاجواء وتستمتع بالكشتة. فدائما يمكن تشوفونا نصور الطريق وكذي، يمكن في ناس تمل تقول ما نبي طريج. طبعا ارضاء الناس غايه لا تدرك، لان كل شخص يحب شيء. ناس تحب الطبخ يقول كثر من الطبخ، ناس ما تبي الطبخ، وايد كثرتوا علينا الطبخ، نبي اجواء الكشته. ناس تقول ليش اطالعكم قاعد تسولفون نبي اجواء كذي. فيعني كل واحد لا توجه، سبحان الله، يعني وكل مشاهد هم لا توجه. واحنا يعني نحاول نوثق لكم اللي احنا قاعد نسويه بشكل عام، يعني كل الاشياء اللي تكون بالكشتة قاعد نحاول نوثقها. وطبعا هذا شيء يعني يعتبر جزء بسيط من كشتتنا الكاملة بشكل عام. احنا يمكن الكشتة 3 ايام، كل يوم في 24 ساعة، ثم قاعد تشوفون الا جزء بسيط. قاعد اعطيكم ما المنظر اللي قاعد اشوفه قبل لا ننزل. شوفوا الحلال تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله، معاهم خيل ما شاء الله، طالع الصغار اللي هناك اللي هو الحوار. شوفوا 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 شلون منسدح اثنين تبارك الرحمن، اللهم بارك، الله يبارك لهم. طبعا من تشوف حلال بالطريقة هذه لازم انك تخفف، يعني ما تدوس ولا شيء ولا ترعبهم، لان ما تدري شنو وضعهم، ممكن واحدة حامل، ممكن شيء. فانت تحاول تمشي كذي، ما عليه انت اخرت شوي من نفسك، ولكن أأمن لهم وأأمن لك بعد. والحبيب ومعطينا ايوه كابتن، نبي نطوف لو ترفع راسك بس. ايوك عشان هم يستمتعون شوي الشباب، تسوي لهم كذي.
شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا الربع اللي بيكمل اليادة ترى يقدر يكمل هذه الفقرة للمتعة فقط. هاي الرفاقة هنشوف الشباب ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظكم ديروا بالكم ما شاء الله ما شاء الله عاش الشعلة. اللي بيكمل ياده تحت يا شباب يروح لها وبلغوني اذا في احد نزل. كان وايد صعب زيد ولا عادي تكفى انا اشوخه ما ادري شوف اسال الشباب شنو وضعهم. هاي الارض سيده اللي صوب الشعلي اذا تبي توقف انا قاعد اصور الشباب. اي والله عاش الحمن عاش المشري الله يحفظكم يا شباب ما شاء الله يا سلام عاش صلال ما شاء الله تبارك الرحمن ها آه من بقى بعد يا شباب ترى اخر واحد صلال اشوفه اللي يبي تم تحت ترى ما عندك مشكلة خليك تحت وامش على اليادة احنا قاعد نطول الطريق داخل النفود للمتعة عاش العيد انا ما ادري اكبس ولا لا لان ذاك المرة الكبسة اللاسلكي قاعد تأثر على التصوير ما شاء الله الله يحفظك العيد ما شاء الله عليك يا العيد او عربي غدير العيد هو ما دش النفور عاش انس وين مخالف اوكي اوكي عاش ابو عبد الرحمن عاش بسم الله ما شاء الله
ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. استمتع يا الحبيب استمتع. انا طلعت على رياض العود. اوكي ما شاء الله. عيشون الشباب. أبطال أبطال ما شاء الله. فايد الياد العودة يمين ولا يسار؟ يمين. احنا وصلنا الياد العودة الحين قدامي اشوفه. احنا اتوقع ان طفناك. احنا قدامك. احنا قصينا على طول لي قدامك. شلون الشباب؟ اشبه الكار. ها السهلة. هلا بالحبيب. ها خلاص؟ سرينا؟ سرينا. شلون الدرب؟ ممتع والله. اعترف اول مره بلوتوث اول تجربه. ايه ركبت نفس جهازكم. شافوا وصل عندك اول مره قاعد اعترف. عاش برسلي. شف ايامك. ما راح اسولف. شنو؟ رديتني بما سبق يا حبيبي. ولا في ماني سلندر غير. اكيد. ولك تعطيه شفت نوافذ؟ بعد ما كلتك اكبر تيشن يعني. يا حبيبي سولف. اجواء ممتعه. شلون الدرب؟ جميل والله. كان ودنا يصير الدرب اطول بس بسرعه خلص. فوق الوصف خيال. خاصه لما تسمع الجير يفتر. اوه هذه المتعه. ادرينالين مليون. احنا كنا قاعد نمشي على الهاي. ايه طقيتها لو بعدين عشت. كملت على اللو. ايه والله الوقت تمام ما شاء الله. ويا ابو عبد الرحمن. ايه انس ابو عبد الرحمن. إيه؟ وياه بالسياره وقدامنا عبد الرحمن ابو انس. ايه ما شاء الله اثنين. يا سلام يا سلام يا سلام. اداهم طيب واداهم ممتع حماس. ايه وعلى قولتهم انس ما قالها طبعا بس حسيت فيها. انا حسيت بروحه. اترك لنا القياده وتمتع بالرحله. يا سلام يا سلام. عاش عاش عبد الرحمن. حبيبنا نار. اي مو طبيعي. اول مره تشوف كذي؟ اي نعم اول مره. شنو؟ رسمه رسمه ما شاء الله روح بالنيه. ما الله متعه خفيفه. ايه امور طيبه. يا سلام. دخل راشد يقول لما نزل من حماس. ايه قال ان شاء الله طلع الجايه باللاده. اه اي لاده؟ عند لاند. ما فيها دب اللاده. عند لاند اخوي. يقول بيسوي مشروع. عند لاند. راشد عند لاند. وهقنا وهقنا. هلا ابو محمد. سلام. يا اخي ليش طلعتنا مبكر؟ بس يعني خلاص باكر ولا ما في دوامات؟ لا دوامات بس انه تو الناس ناخذ لنا جوله بالنفوذ. درب طويل يا اخوي 600 كيلو 600 كيلو. شو الوضع؟ جربت المعاون؟ جربت بعد الشد؟ ها؟ العافيه صراحه الورشه ما قصروا فاتحين يوم الجمعه. ايه حلوا لي المشكله. ايه تبارك الرحمن والتجربة كانت ناجحة. نعم. باحتمال ما سوي بالفريق. اسمع تجربة باحتراف. ايه صح. الله يعطيك السلامة. الله يعافيك. انا مقلوص. ايه شو الوضع؟ مرتاح. لا اتفخ تاير ولا اسوي شيء. لا مو عن تاير ابي الطريق مساعد. والله التصوير نار. شنو التصوير؟ شعورك ما الشعور القصوص. ايه نار. ايه خيال ها؟ نار. انا قدامي هنا قدام الشعلق قاعد اشوف سياره وقاعد اتخيل سيارتي ان شاء الله. ان شاء الله عن قريب يعني. اي شنو يصير؟ ايش راح اسوي؟ السلام عليكم. يعطيك العافيه يا حبيبي.
طالعني هني، طالع الكاميرا، لا طالع الشارع. وين 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 طلع، وين طلعنا لك اول مره؟ طلعتني، طلعت عليك في دكار. ايه دكار، دكار حايل. يا سلام، إيه دكار حايل. يا اللي شاف حلقه دكار اللي يانا بالبقي الدباب انتم تسمونه، ما شاء الله ما شاء الله، يعني يعني ما خلى لنا مكان احنا في السعوديه. ما شاء الله. الله يسلمك. اي قريه اي شيء اقول اسمه يقول اي عرفت اللي ورا اللي قدام. ما شاء الله. والحين بالزلفي تلاقينا وياه، تشريف وشرف تطلع ويانا ثاني مره في القناه. يا حبيبي يا حبيبي، اشوفك على خير يا اخونا العزيز. على خير ان شاء الله. وين دربك الحين؟ والله دربنا الرياض يا حبيبي. الرياض، ها الرياض، احنا دربنا شعيب كذي. ياخذه معنا. اسمع اسمع، شعيب شعيب على الماشي، شاي وقهوه بعدين الكويت. والله اشبك القلص واخذه معنا. الساعه المباركه. طبعا دائما عقب كل طلعه اني ناخذ رقي. هلا بالشباب. هلا بالعربي. شو الخطه؟ خطه توني مسوي وياه تحدي. ايه قلت له طلع لي واحده فول سكر. ايه تقول لي تم. حلو. ويقعد يطقطق بهالرقي يطلع لي هذه. جربها جربها. يلا شوف. موضوع عندك يا الامير. شوف. ايه هذا مو سكر لك دبا. جربتوها؟ دبا الله ذوق. هذا مو سكر لك دبا. تعال عشان تشقها تجرب طعمها. اه والله. يلا جاز. هذول كذي ولا لا؟ اطيب يا ابوي. والله تبين اقص ماني قصر على لا 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 كذا. ها قلت طلع لي واحده بيضه ما تنوكل. اطلع لك واذا طلعت فيها سكر اعطيك رقي كله ببلاش. قلت له خلاص خلاص التحدي شي كبر ما نبي. ممتاز هذا. زين يلا عيل طلع لنا مثل النمونة هذه من عيوني. انت الحين ابوي حبه ولا كم؟ ايه واحده اللي شقيت هذا لي ولا غيرها؟ واحده. وانت يا عمي؟ ثنتين. ابشر. شنو حلاوه احلى حلاوه بالرقي؟ شنو؟ لما ترد البيت تشوف عيالك يستانسون ياكلون الرقي. صح ولا لا؟ والله عين. ترى انا الرقي متعتي شنو؟ لما اشوف حمود بسم الله عليه قاعد ياكل. ما شفت بس الحين. بس هذا فادي وانا اللي ما اكل فادي. البطيخ شلونه؟ سكر. راح اوريك الرمان دقيقه. الله يحفظ عيالكم جميعا. وانت اشتغلي نفس الموقف ها؟ اوكي. انت بس انت الرق والفراوله ها؟ ايه. شوف الرمان. تعال شوف الرمان خلنا نسكر. بعد الرمان شرط السكين؟ انا عندي مشكله مع الرمان. شنو؟ احب اكل الرمان. بس هذا الابيض. ما اقدر ابلعه. ليش؟ ولازم تشوف كذي وايد. شوف شوف مشعل بطل. شوف شوف. سلام. عطني شوف عطني. حاجيك ما راح نروح نسوي عدس. نار. المفروض خلصت الكشته ولكن في بدايه الطريق او قبل ان نوصل الحفر قالوا الربع يواعة. فقلنا ما راح نوقف بمطعم، نوقف بالبر والشعلي يسوي لنا وجبة سريعة يعني نكمل الكشتة بكشتة. ها صانع شلون كذي صار؟ ما ادري يا اخي. انا اللي فهمت ان احنا بنشتري رقي ونرد البيت. والله واحده اشوف. عاش العيد. تبارك الرحمن. ما توقعت يعني كنا كذي خلاص سريعة. انا قلت يعني بت بلش. ما شاء الله. خل نشوف شوي 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 شوي. ما شو طبختنا الشعلي اليوم؟ شوربه العدس. شوربه العدس ها؟ اي والله. السلام عليك. حط لها قبال من الشباب. ايه لما تسعهم زين. ليش لابس نص شم يا اخوي؟ برد. والله برد بس جدر مدفيني. حنان الجدر مدفيك ها؟ سؤال حق الجماهير. الجماهير المتابعين منو بالضبط؟ احبابنا ومتابعينا. حلو. حلو. ما حد شاف ما حد شاف. ايوه ما حد يعلم. ايوه ابي يقيمون سعر السكينه هذه. الله سلام. تقييم ها؟ بس انت تجاوبهم بعدين. واللي يكتب اجابه صح؟ ايه نعطيه واحده. اقعد. اول كمان طبعا مو كلهم. ايه. شنو ثلج ولا شنو؟ طايق ورا دوام باكر. نشوف الثاني عاد عقاب. نعم. ثاني نايم بالسيارة. ورا دوام الساعة كم؟ الساعة 6 الصبح ها؟ الساعة 6. وانت؟ الساعة
الساعة 8 ولعت باسج تخيل. هذه اللي يشبون فيها البخور انا شفتها. ايوه هي اول بداية والامور طيبة. اول تجربة هذه؟ هذه؟ ايه والله جديدة توني طلعها بالكرتون. هي حق البخور مالي يعني بس انه يعني ما يمنع حق كشته اخوي. شوف كل شيء يفيد. سلام. كل شيء يفيد ماكو شيء ما يفيد اخوي. الله يا الشبه الله يا العيد. تدلل يا حبيبي. اش انت قاعد تدفى بس. ايه عاش الشعلي والله. الله عاش الشعلي. هذه الوقفه السريعه اللي تدفي فيها بطنك مع الشعلي وشوربه العدس. الله وصلونا باقي الشباب. حياكم يا شباب ارحبوا. يا هلا يا هلا الحمد لله على السلامه. يا هلا يا هلا حياك. هي ديرتنا. ايوه هي ديرتنا وفيها اللي نبي. عليكم السلام. يا هلا يا هلا يا هلا. صلال شنو هذا؟ شنو هالستايل الجديد؟ ستايل الكمبل. يا سلام طالع عم ننزل رقيته وياه. لا ذهب سكينة حق البيت هذه مو حق هني. هذا هني يضحك شوي. احلف من وين؟ شنو عليك؟ منو معاقبك قايل لك اقعد كذي؟ حق الدفه. وين شايل رقي؟ زين يا ربع ترى يعني ما ندري. ها من وين هذا؟ صلال من وين حصلتوه؟ الرقي هذا اقول لك ايش يا حبيبي. احلف كفو. حق الشاربة. حق الشاربة تشتري قلاص؟ انا شنو توك شاري البشت هذا ولا؟ لا من زمان. ستايل كان موجود توك تسويه. لا كان موجود بس توني اجربه. شيك تضحك انت؟ تغيرت ها؟ وين ستايلك مال امس قبل امس؟ منو ستايل؟ حضرت مبكر. منو ستايل منو مال امس؟ انت؟ هذا شخص ثاني؟ لا لا انا لابس كذي صار لي يومين. اي لا يعطيك العافيه. شنو كان وياكم؟ اخ اعطيته مرشود. صح بدلنا ادوار. بالدور اللي هني انا شنو الموضوع هذا؟ هذا ستايل الدب. دب ها؟ والله يوم السبت يغير شخصيات. اشوف ستايل النايم. الجين ماشي شوفنا بعد الحدود. ايوه شنو شنو هذا ستايل غير بعد هم شوف نص جيم. هذا شبك على الكوي. انا الحين برمج هنا تو فايف الحدود. عاش والله ابو احمد. هلا ابو محمد. يا هلا يا هلا يا هلا يا سلام سلم. والله كف 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 كفو. هاتيك ها شوربة حارة. ايه دفي المعدة الحين. ايه بالدار. يا سلام يا سلام. ترى كله بالتساوي كل واحد ثلاثة. كفو والله. متأكد؟ اي نعم. شالي متأكد؟ ترى مصور امس. كوب هذا ما اقدر ازرك فيه. احلف. والله. مجبور. وصل 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 هاك 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 هاك. بس انا كاكلاص. عطني كوب عطني. شوف. تفضل. كم واحدة تبي تصور؟ اللي تشوفه كل شيء من ايدك حلو. والله احلى شوربة عدس. عديتها؟ شوف كل ما تمدحها يزيد قفشه. لا انا عندي كوبي الخاص. عندي كوبي الخاص. وين كوبي الخاص؟ العافيه يا شباب. الله يعافيك يا حبيبي. تسلم ايدك يا ابو احمد. هلا ابو محمد. هلا ابو غالي. ها دير بالك في شوربه. شوربه هني دير بالك. شوربه عاش. شوف شوف واحد يوريني الطبق. ايوه يا سلام يا سلام. هذا الشوط الاول ترى. هذه مع تزيين. يا شباب بس المتابعين يعني السموحه على اللي قاعد يشوف ونعتذر حق معدتنا. اي والله اليوم تصريح كل واحد يعتذر حق المعده. ايوه شوربه عدس بعدها شنو؟ رقي رقي عبالك قاعد طراد.
ولا عطارات ولد بن حسين. ايش يعني ايش قاعد تسوي انت ورا بالباك جراوند؟ قاعد يقصص الرقيه. شوف انت هيك ترى قاعد يقطع فعلي واخر الصلال ما نشوف. حلوه قويه. ايش قاعد تسوي شيلي؟ اوه واتس ذيس. الحمد لله على السلامة، وصلنا الكويت ولله الحمد. حاليا الساعة 6:50 الفجر، ما شاء الله وصلنا، ما باقي لنا شيء، ساعة إلى البيت إن شاء الله. أشوفكم على خير في الحلقات القادمة.